فالمحاضرة مادتها باللغة الإنجليزية لأنه المادة علمية بحتة، فأبقيتها بالإنجليزي، بس راح تكون الشرح بالعربي إن شاء الله، أتكلم بالعربي، بس المادة بطبيعتها أنها علمية بحتة وفيها تفاصيل علمية كثيرة، فأبقيتها على كما هي بالإنجليزي، بس راح أكون أتكلم بالعربي إن شاء الله، أشرحها كاملة بالعربي إن شاء الله. ممكن أذكر بعض المصطلحات بس للتوضيح، يعني أكيد في بعض المختصين برضو والزملاء المختصين أيضا حاضرين، فبهمهم يعرفوا المصطلح الإنجليزي أيضا برضو. نعم حضور منوع دكتور. نعم ان شاء الله، بس هو غالبا طبعا غالبيه الحضور يعني عرب، راح يكون غالبا عربي اكيد ان شاء الله. صحيح. اخت كريمان لو تتاكدين انك شبكتي الصوت مع البرنامج، لان الصوت اتوقع شغال مع البقيه. الكل يسمع الصوت؟ الاخت كريمان بعثت لي انه ما عندها صوت، ما تسمعنا. سكرتنا لو تفتحين عشان نعرف. اوكي. الكل كاتب ان الصوت واضح. هي نعم كاتبي لي على الخاص. انا بالنسبه لي واضح، يعني صوت الدكتور وصوتك مسموع. الاخت كريمان لا زالت. اخت كريمان لو بس تطلعين من هذا وترجعين تدخلين تجربين، لأن الصوت واضح مع الجميع. بالنسبة للتسجيل في نهاية الورشة راح نحط رابط من خلاله يتم تعبئة بياناتكم لشهادة الحضور، وراح ناخذ تسجيل الحضور من خلال تعبئتكم للرابط. سوف يتم مطابقة الأسماء اللي موجودة في الورشة حاليا مع الاستمارات التي تم تعبئتها، وراح نترك الرابط فقط لمدة 10 دقائق وسوف يتم إغلاقه فوراً. أنا تقدرين تبدأ خلاص. كي نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم آمنة النقبي من إدارة التثقيف الصحي. بداية، إدارة التثقيف الصحي هي إحدى إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارجة، وتترأسه صاحبة السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي قرينة حاكم إمارة الشارقة، وتدير الإدارة سعادة الأستاذة إيمان راشد سيف. طبعاً تهدف إدارة التثقيف الصحي لنشر الوعي الصحي وتصحيح السلوكيات والمفاهيم الخاطئة التي يتبعها الأفراد في حياتهم اليومية. محاضرتنا لليوم هي من تنظيم إدارة التثقيف الصحي وبالتعاون مع جامعة الشارقة وجمعية أصدقاء مرضى السرطان. محاضرتنا راح تحمل عنوان دور السلوكيات الغذائية والحياتية في سرطان الثدي. سيقدمها علينا دكتور معز الإسلام فارس، أستاذ مشارك في كلية العلوم الصحية بجامعة الشارقة. حياك الله دكتور. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. نعم كان ميوت الآن. نعم شكرا جزيلا أختي الكريمة. بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أتوجه بداية بالشكر الجزيل إلى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، وتحديدا لإدارة التثقيف الصحي لتنظيم هذه الفعالية، والتي تتم أيضا بالتعاون مع جمعية أصدقاء مرضى السرطان. هذا الموضوع حول دور السلوكيات الحياتية والغذائية في سرطان الثدي، فرصة للوقاية. سأتحدث في هذه الساعة حول عدة جوانب متعلقة بسرطان الثدي وعلاقته بالعوامل الغذائية والحياتية. طبعا نظرا لطبيعة المادة العلمية البحتة واعتمادي على الدراسات العلمية الغربية، ستكون مادة باللغة الإنجليزية، ولكني سأتكلم باللغة العربية تسهيلا للفهم وإيصالا للفكرة والرسالة للحضور الكرام والمستمعين المحترمين. سأتحدث حول تعريف سرطان الثدي ووبائيات سرطان الثدي، ثم مسببات هذا المرض وعلاقة العوامل الغذائية والتغذية والاختيارات الغذائية والأنشطة الرياضية والنشاط الرياضي بشكل عام بالإصابة بهذا المرض، ثم سأعرج الحديث عن العوامل المسببة أو المحفزة لسرطان الثدي والعوامل الواقية من سرطان الثدي، ثم سأستعرض بعض الدراسات العلمية التي قمنا بها في جامعة الشارقة حول تأثير بعض المركبات الغذائية
ضد تأثيري أو ضد خلايا السرطانية لسرطان الثدي باستخدام أنابيب الاختبار، ثم علاقة بعض العوامل الالتهابية والتأكسدية بسرطان الثدي، ثم نختم بعدها بالرسالة النهائية. سرطان الثدي يعرف بأنه السرطان الذي يصيب نسيج الثدي أو عضو الثدي، والذي يتكون من عدد من الأنسجة. هذا النوع من السرطان يختلف حسب طبيعة الخلايا التي ينشأ منها، فقد ينشأ في ما يسمى الخلايا الوعائية أو القنوات الحليب التي يتم من خلالها تمرير الحليب. هذه الخلايا المبطنة لهذه القنوات قد ينشأ بها هذا النوع من السرطان، أو قد ينشأ هذا النوع من السرطان بما يسمى الخلايا الفصية أو الفصوص الحليب، التي هي عبارة عن كتلة من الخلايا في منطقة الثدي التي تقوم بإنتاج الحليب وإيصاله عبر قنوات الحليب. قد أيضا تصاب هذه الخلايا الفصية بنوع من أنواع السرطان فيسمى اللوبولر كارسينوما، والنوع الأول يسمى داكتال كارسينوما. وهناك حقيقة قرابة 18 نوع فرعي تفرع من أنواع سرطان الثدي تبعا لطبيعة الخلايا التي يصيبها وموقعها وانتشارها في منطقة الثدي. لماذا الحديث عن سرطان الثدي؟ الحديث عن سرطان الثدي يأتي في سياق ازدياد الاهتمام العالمي بدراسة علاقة التغذية بسرطان الثدي، وفي ظل انتشار سرطان الثدي على مستوى العالم. فنظرنا لهذه الصورة نجد أن سرطان الثدي يمثل ثاني أكثر أنواع السرطان انتشاراً على مستوى العالم بمقدار قرابة 12% من عدد حالات السرطان، ما يقارب 2.1 مليون حالة تم تشخيصها حسب تقرير السرطان العالمي في العام 2018. ونظرنا إلى حالات الوفيات الناتجة عن أنواع السرطان، نجد أن سرطان الثدي يمثل النوع الخامس من حيث تسببه بالوفيات، قرابة 630 ألف حالة وفاة سجلت بعام 2018 بسبب الإصابة بسرطان الثدي، وكانت الوفاة أو الوفيات كأحد أشكال مضاعفات الإصابة بهذا المرض. إذن هذا الارتفاع في الإصابة وهذا الارتفاع في عدد حالات الوفيات كلها تستدعي المزيد من الاهتمام بدراسة العوامل المرتبطة بهذا النوع من السرطان. لو نظرنا إلى أنواع السرطان المختلفة تبعاً للجنس بين الذكور والإناث على مستوى العالم، نجد أنه أكثر أنواع السرطان طبعاً تلقائياً ستكون هي سرطان الثدي عند النساء، علماً أن سرطان الثدي يصيب الرجال أيضاً، لكن نسبة إصابته عند الرجال أقل من 1% مقابل أكثر من 99% من الإصابة العالمية هي عند النساء. فنجد أنه من حيث الإصابة هو النوع الأول الأكثر انتشاراً ما بين أنواع السرطان التي تصيب النساء، مثل تقريباً ربع حالات الإصابة بالسرطان هي ناشئة عن هذا النوع من السرطان. فيما لو نظرنا إلى الوفيات الناتجة عن هذا النوع من المرض، نجد أنه مورتاليتي الوفيات قرابة 15% من الوفيات الناتجة عن إصابات السرطان هي ناشئة بدرجة مباشرة عن إصابة بسرطان الثدي. نظرنا إلى انتشار سرطان الثدي على مستوى قارة العالم، نجد أن هذا النوع من السرطان منتشر في جميع قارات العالم، وخاصة يعني في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يشكل النسبة الأكبر من عدد حالات الإصابة بالسرطان لدى النساء. كذلك حال في أوروبا، في أفريقيا، في آسيا، في أوسينيا، في أستراليا ونيوزيلندا. وبالتالي يعني واضح أن هناك نوع من التفشي والانتشار الشديد ويعني الارتفاع في عدد حالات الإصابات بهذا النوع من السرطان على مستوى العالم، مع وجود تباينات كبيرة في مدى ونسبة الإصابة ومضاعفات هذه الإصابة والوفيات الناتجة عنها تختلف باختلاف الدول، وطبعا لمستويات الاقتصادية ومستويات الرعاية الصحية. هذه الصورة أيضا تظهر انتشار مدى الإصابة بهذا المرض بين دول العالم المختلفة. والآن ننظر إلى المنطقة العربية تحديدا ومنطقة الخليج العربي، فنجد أنها نسبيا أقل من غيرها من المناطق في العالم. نجد اللون الداكن الأزرق الداكن الغامق هو اللي يمثل أكثر إصابة، أكثر من تقريبا 73 حالة لكل 100 ألف من عدد السكان. فنجد المنطقة العربية نسبيا هي أخف أو أقل من غيرها من دول العالم، طبعا تشترك مع دول أخرى ولكنها بمقارنة مع دول
الأكثر ارتفاعا نجد أنها بين متوسطة إلى منخفضة، وهذا يختلف أيضا نتيجة لجملة كبيرة من العوامل التي سنتطرق إليها خلال هذه المحاضرة. كذلك الحادث في الوفيات، فنجد أنه نسبة الوفيات أيضا تختلف في المنطقة العربية، ولكنها قد تكون في بعض الدول أكثر من غيرها من الدول الغربية التي تمتاز بنسبة إصابات أعلى، وهذا يعني أن حالات الوفيات أكثر بالمقارنة مع غيرها من دول التي هي أصلاً كان فيها حالات إصابة أكثر، مما يعني أن هناك نوع من الانخفاض في مستوى الرعاية الصحية، وهناك نوع من التأخر في تشخيص المرض، وبالتالي فإن مضاعفات هذا المرض تكون أكبر لدى سكان دول عربية نتيجة لتأخر في عملية التشخيص ولضعف عمليات التشخيص المبكر ولغياب عمليات الوقاية والمسوحات التي تساعد في عملية التنبؤ المبكر، ومن ثم تدخل المبكر واتخاذ الأساليب والإجراءات الوقائية قبل تطور المرض بحيث أنه لا ينتهي بالوفاة. بالتالي هذا يبرز أهمية الكشف المبكر والتدخل المبكر، ويبرز أهمية الوقاية أيضا لمنع مضاعفات المرض ومنع الإصابة بهذا المرض. لو نظرنا إلى الدول العالم الأكثر إصابة بسرطان الثدي، نجد أنه دولة واحدة عربية تتربع على قائمة الأكثر دول العشر الأولى، وهي لبنان في عدد الإصابات النساء بسرطان الثدي، وهذا لعله يمكن استثناء من بقية الدول العربية نتيجة لجملة من عوامل قد تكون الوراثية والسلوكية والحياتية في لبنان. لو نظرنا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أنه سرطان الثدي هو الأكثر تسجيلاً وإصابة في دولة الإمارات العربية المتحدة كما يظهر من خلال هذه الصورة، فهو يعني يتربع على يعني رأس القائمة، قائمة أنواع السرطان الأكثر انتشاراً في دولة الإمارات العربية المتحدة، قرابة 50 حالة لكل 100,000 من السكان، وهذا يعتبر نوعاً ما يعني متوسط من حيث مستوى الإصابة، لكن ما يهمنا أنه النوع الأكثر إصابة، بالتالي هذا يتطلب منا المزيد من الوعي والمزيد من الفهم حول طرق الوقاية وطرق يعني الحماية من الإصابة بهذا المرض، وكيف نقلل أو نخفف من يعني احتماليات الإصابة، ولا نقول نمنع لأنه لا يمكن منع السرطان 100%، لما نقول أنه يمكن أن نخفف من احتمالات ومخاطر الإصابة من خلال تغيير جملة من العوامل السلوكية والحياتية والغذائية التي تتداخل مع الإصابة بهذا المرض. لو نظرنا أيضا إلى تقسيم العالم من حيث أنواع السرطان تبعا للحالة الاقتصادية لدول العالم، نجد هناك أنواع من السرطان تنتشر أكثر في الدول الأقل دخلا أو الأقل في المستوى الاقتصادي أو ما يعرف lower income countries، مثل أنواع السرطان الجهاز الهضمي العلوي، سرطان الفم والمريء والبلعوم والمعدة، وسرطان الكبد، وسرطان عنق الرحم. بينما الدول الأكثر أو الأعلى من الناحية الاقتصادية، نجد أنه أكثر أنواع السرطان انتشاراً لديها هي أنواع سرطان القولون المعي المستقيم، وسرطان الثدي، والرئتين، والمبيض، وبطانة الرحم، والبروستات. بالتالي إذن هذا يعطينا مؤشر على أن هنالك دوراً للعوامل الغذائية والسلوكية الحياتية المرتبطة مع الحالة الاقتصادية في زيادة خطر إصابة بأنواع معينة من السرطان دون غيرها. وبالتالي فإن سرطان الثدي هو أحد هذه الأنواع الذي يتأثر إلى حد بعيد بالحالة الاقتصادية، ومن ثم نتيجة للحالة الاقتصادية يتأثر بالسلوكيات الغذائية المرتبطة بالحالة الاقتصادية. فلو نظرنا إلى دولة الإمارات أيضاً مرة أخرى، نجد أنه الإمارات مصنفة من ضمن الدول الأعلى دخلاً، مع أنها تختلف في الخلفية الوراثية والبنية الوراثية مع الدول الغربية الأعلى دخلاً مثل أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان، ومع ذلك فهي تشترك مع هذه الدول بكون سرطان الثدي هو من ضمن أنواع السرطان الأعلى. وبالتالي هذا يعطينا إشارة ومؤشر على أنه بالرغم من اختلاف في البنية الوراثية، لأنه هناك نوع من التشابه في البيئة الاقتصادية وبالتالي التشابه في السلوكيات الحياتية والغذائية التي قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. فلو نظرنا مثلا إلى سرطان القولون النوع الرابع في الأكثر انتشارا في الإمارات، وأيضا من ضمن هذه الأنواع الأكثر انتشارا في الدول الأعلى اقتصاديا، سرطان الثدي، سرطان الرئتين، المبيض، بطانة الرحم، والبروستات، كلها تصنف من ضمن الأنواع العشرة الأكثر انتشارا بالإمارات، هي نفسها هي الأكثر انتشاراً بين الدول المتقدمة، ما يعني أن هناك تدخلاً وتأثير مباشراً للعوامل الاقتصادية والسلوكيات الحياتية في الإصابة بهذه الأمراض. مرض السرطان هو كغيره من أمراض مرض السرطان هو مرض
متعدد العوامل، متعدد المسببات الوراثية والعوامل المتداخلة فيه. وثالث داخل جملة كبيرة من العوامل في الإصابة بهذا المرض، وكون السرطان مرض مزمن chronic disease أي أنه يتطلب وقت زمني طويل حتى يتطور، وإذا حصل فإنه يبدأ يعني فإنه يستمر مع الإنسان إلى قد إلى يعني يكون لنهاية العمر، يبقى مع الإنسان كسائر الأمراض المزمنة كالسكري والضغط. بالتالي الفكرة أن هذا المرض كونه مرض مزمن فهناك عملية تطور تستدعي جملة كبيرة من المؤثرات والعوامل الحياتية والسلوكية إضافة للعوامل الوراثية لكي يتطور هذا المرض. هذا المرض لا يحصل فجأة، يتطور المرض على فترات زمنية طويلة. طبعا عملية تطور كتل الأول أو الورم السرطاني في الثدي هي عملية تتطلب قرابة 2 إلى 5 سنوات، ولكن قبل هذه الفترة من 2 إلى 5 سنوات هناك أيضا سنوات من العوامل الحياتية والسلوكية التي وفرت أو هيئت الجسم لكي يتطور فيه هذا المرض، وتوفر فيها البيئة الملائمة للكتل السرطانية لكي تنمو وتتكاثر الخلايا السرطانية فيها. بالتالي نقول أن هذا العمل الأمر التدرجي وهذه الطبيعة المرحلية للسرطان بشكل عام وسرطان الثدي والقولون بشكل خاص تعطي فرصة للتدخل المبكر في هذا المرض. فهذا المرض يمر عبر مراحل كثيرة، هناك طبعا تصنيف لمرض السرطان الثدي من ستيج 0 إلى ستيج 4 من مرحلة 0 إلى مرحلة 4، وفي كل مرحلة تحصل هناك جملة من التغيرات المرضية على مستوى النسيج الثدي ومستوى الغدد الليمفاوية في منطقة الثدي والمحيطة بها. بالتالي ما يهمنا هنا أن هذه العملية التدرجية تساعدنا في إجراء نوع من التدخل المبكر من خلال أولاً الكشف المبكر أو من خلال تغيير المبكر للسلوكيات والعادات الغذائية التي قد تساعد إلى حد ما في تخفيف من تطور المرض أو تخفيف من حدة المرض إذا ما تم تطوره. إذن مرض السرطان الثدي بخلاف ما هو شائع لدى كثير من الناس أن السرطان عموماً ومنه سرطان الثدي والقولون أن هذه الأمراض من السرطان هي أمراض وراثية، معنى أنها تنتقل تلقائياً من الجيل الأول إلى الجيل الثاني. يعني إذا كان هناك آباء مصابين فحتماً سيكون أبناء مصابين، هذا اعتقاد خاطئ حقيقةً. العوامل الوراثية المباشرة المتسببة لسرطان الثدي تشكل أقل من 10% من عدد حالات الإصابات التي تعرف بسرطان الثدي الوراثي، الذي ينشأ عن اكتساب جينات مورثة مصابة بنوع من الطفرات والاختلالات التي ينشأ عنها حصول هذا النوع من السرطان. فهناك نوعين من أشهر أنواع الجينات، هي مجموعة كبيرة من الجينات، لكن أشهرها ما يسمى ببراكا 1 أو براكا 2 أو BRCA1 والBRCA2 جينز. هذا الجينان واحد أو منهما أو كلاهما إذا حصل فيه طفرة أو اختلال وراثي فإنه يؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي، ولكن كم نسبة هذا النوع من أنواع السرطان؟ هو عالمياً أقل من 10%. طب البقية 90% وأكثر هي عبارة عن سرطان الثدي الناشئ عن التداخل ما بين عوامل الوراثية مع العوامل الهرمونية، وخاصة أن هناك النوع الأكثر انتشاراً أنواع سرطان الثدي هو ما يعرف بالإستروجين ريسبتور بوزيتيف، أي أن هناك مستقبلات خاصة بالإستروجين على الخلايا الثدية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان كلما تعرضت أكثر أكثر لهرمون الإستروجين. فهذا النوع وهو الأكثر انتشاراً ما يسمى النوع الهرموني، والذي يرتبط أيضاً بجملة من السلوكيات الغذائية والحياتية التي تزيد أو تقلل من خطر الإصابة بهذا النوع من السرطان. فخلاصة القول هنا أنه العوامل الوراثية لها دور مهم ولكنه ليس أساسي وكبير بالنسبة لعدد حالات السرطان الثدي. في المقابل العوامل الحياتية والسلوكية لها دور كبير قد يكون نسبياً أكبر من دور العوامل الوراثية المباشرة. لكن هنا أيضا يجدر التنبيه إلى يعني أمرين. الأول أنه وجود الطفرة الوراثية لا تعني 100% ضرورة الإصابة بالسرطان، فسجلت حالات أن هناك لديهم نساء طفرات وراثية لكن لم يصابوا بالسرطان. وفي المقابل أيضا غياب الطفرة الوراثية 100% لا يعني أيضا غياب السرطان، فالكثير من النساء اللواتي ليس لديهم طفرات وراثية أصيبن بالسرطان. إذن وجود الطفرة لا يعني قدراً حصول السرطان، وغياب الطفرة لا يعني تلقائياً الحماية من السرطان. وهذا يبرز أهمية العوامل الغذائية والسلوكية في زيادة خطر إصابة بالسرطان في حال وفرة العوامل الوراثية. وبالتالي التداخل ما بين العوامل الوراثية والعوامل الحياتية السلوكية البيئية والغذائية أصبح مهم جداً كشرط
لحصول إصابة بسرطان الثدي. فلو كان هناك اختلالات وراثية بدون وفرة الظروف أو توفر الظروف المحيطة مثل الغذاء غير الصحي وقلة الرياضة أو التدخين أو الكحول أو غيرها من العوامل السلوكية الحياتية، فليس بالضرورة لهذا المرض أن ينشأ. وأيضا في المقابل كما قلت، فإن لو لم يكن هناك أي مرض أو اختلال وراثي وكانت هناك جملة من العوامل الحياتية والسلوكية غير الصحية مثل قلة الرياضة وقلة الغذاء الصحي وكثرة التدخين أو تناول الكحول وغيرها من السلوكيات غير الصحية، سوف غالبا أو ستزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. إذن الفكرة هي التداخل ما بين العوامل الوراثية والعوامل السلوكية والحياتية في تسبب الإصابة بسرطان الثدي. طيب ما هي العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الثدي؟ تم تقسيم العوامل إلى نوعين من العوامل، هناك عوامل قابلة للتغيير أو التأثير عليها، وهناك عوامل غير قابلة للتغيير، وهناك عوامل مختلطة حقيقة يعني تتسابق فيها الظروف التي يمكن أن نغيرها أو التي لا يمكن أن نغيرها. هذا الهرم يمثل حقيقة يعني يلخص أهم العوامل الاختطار، نقول عوامل خطورة، يعني أن هذه العوامل أو الظروف إذا توفرت فإنها تزيد من خطر الإصابة، ولكن ليس بالضرورة أنها تؤدي إلى الإصابة. يعني وجودها هو يزيد الاحتمالية، ولكن لا يعني أنه خلاص سيصبح السرطان قدرا لازما، لا، لكن وجودها لا شك أنه سيزيد من فرصة الإصابة. ما هذه العوامل؟ لأن من أكثر عوامل أهمية هو عامل العمر، فمن بعد عمر 40 إلى عمر 60 تبدأ يعني خطورة هذا المرض بزيادة يعني بالزيادة، وبالتالي تقدم العمر هو يشكل بحد ذاته عامل اختطار لإصابة بسرطان الثدي، وهو ما يستدعي الكشف المبكر في حال توفرت عوامل أخرى من عوامل الاختطار التي تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. إذا توفرت فإنه هذا كله يؤكد على أهمية الكشف المبكر، مثلا إضافة عامل آخر هو عامل وجود ما يسمى الفاميلي هيستوري أو التاريخ العائلي، فوجود الأم أو الأخت المصابة خاصة من الدرجة الأولى تحديدا، من الدرجة الأولى، وجود أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى خاصة الأم والأخت وأصيب واحد منهم بسرطان الثدي، هذا يعني أنه الفتاة التي لم تصاب أو المرأة التي لم تصاب لديها عامل اختطار إضافي للإصابة. إذا كانت إصابة بمثلا أم مع الأخت فإنه هذا يضاعف خطر إصابة إلى تقريبا 25% للفتاة أو الإمرأة غير مصابة أنها تصاب، لأنه أختها وأمها كلاهما أصيب. بالتالي وجود عامل العمر مع وجود عامل العوامل التاريخ العائلي الطبي ووجود أحد أفراد الأسرة من الدرجة الأولى الأخت والأم، هذا يضاعف ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. هناك عوامل ما يسمى عوامل التناسلية أو ما يتعلق ب الخصائص التناسلية، مثل وقت حصول بداية الدورة الشهرية والبلوغ، ومتى تنقطع هذه الدورة الشهرية، حصول الحمل والإنجاب، عدد أفراد الأسرة المصابين. هذه العوامل كلها من ضمن العوامل ما يسمى التناسلية التي تؤدي أو تؤثر إلى حد بعيد في خطر الإصابة. طبعا هذه العوامل بعضها لا يمكن التحكم بها وبعضها يمكن التحكم بها جزئيا أو التأثير فيها. فمثلا تأخر مثلا الدورة الشهرية هذا يوفر عامل حماية نسبيا، لأنه كل ما تأخرت كل ما قل التعرض لهرمون الاستروجين الذي ذكرنا قبل قليل أنه يزيد من خطر الإصابة، أنه كثير من أنواع سرطان الثدي هي من نوع ما يسمى الاستروجين ريسبتور بوزيتيف، معنى هناك مستقبلات خاصة لهرمون الأنسولين، إذا توفر هذا الهرمون عفوا الاستروجين يتوفر فإنه يزيد من خطر الإصابة. بالتالي تأخر الدورة الشهرية يعتبر عامل نسبيا عامل وقائي. الإيرلي بريجنانسي أن الحمل المبكر يعني الزواج المبكر وبالتالي الحمل المبكر يشكل عامل وقاية، لأنه هرمونات الحمل سوف تتعارض مع هرمون الإباضة هرمون الاستروجين، وبالتالي وجود هرمونات الحمل سيقلل من تعرض الخلايا لهرمون الاستروجين، بالتالي سيقلل من فرصة حصول هذا السرطان. بالتالي أصبح الزواج المبكر بحد ذاته هو عامل، والحمل المبكر هو عامل وقائي. طبعا هذا العامل لا يمكن التحكم به 100%، يختلف باختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الدينية، لكن احنا نقول بشكل عام انه في ثقافتنا العربية الإسلامية ان هذا امر يعني لا شك انه امر محبذ ومشجع عليه، ولا شك انه تأثير ايجابي على صحة المجتمع، وهو الزواج المبكر والحمل المبكر. ايضا عدد الاولاد، لاحظ في الدراسات المختلفة ان كل ما زاد عدد الاطفال او عدد المواليد لدى المرأة كل ما قل إصابتها بسرطان الثدي.
كما ذكرت لأنه هرمونات الحمل تتعارض مع هرمون الإباضة هرمون الأستروجين، بالتالي كل ما قلت مدة تعرض جسم المرأة لهرمون الأستروجين بسبب الحمل والإرضاع كل ما تلقائيا قلت فرصة الإصابة بهذا السرطان. والإيرلي مونوبوز أيضا انقطاع الدورة الشهرية المبكر أيضا يشكل عامل حماية، لأنه الانقطاع المبكر يعني أن الجسم لن يتعرض للمزيد من هرمون الأستروجين، بالتالي فإنه سيقل تلقائيا من فرص الإصابة به هذا النوع من السرطان. إذا هذه العوامل مجتمعة خاصة العوامل التناسلية هي بعضها يمكن التحكم بها وبعضها لا يمكن التحكم بها، مع العوامل الأسرية والعمر تشكل يعني نسبة كبيرة من عوامل الاختطاف التي تؤثر على إصابة المرأة بسرطان الثدي. هناك عامل آخر متمثل بعامل هرمون الأستروجين، ذكرنا قبل قليل هرمون الأستروجين أنه هناك خلايا سرطانية معظمها في حالات سرطان الثدي هي خلايا ذات مستقبلات لهرمون الأستروجين، بالتالي وجود هذا الهرمون سواء من مصادر داخلية endogenous أو مصادر خارجية exogenous فإنه يزيد من خطر الإصابة. طيب احنا ذكرنا مصادر داخلية من خلال حقن الإباضة والدورة الشهرية، طيب مصادر خارجية اللي هي ممثلة بما يسمى المعالجة الهرمونية كما يحصل في حبوب منع الحمل التي تؤثر في نسبة هذا الهرمون وتزيد من نسبته في الجسم، بالتالي فإنها تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. وهذا ما لوحظ بالدراسات أنه النساء الأكثر تعرضاً لموانع الحمل حبوب منع الحمل هم أكثر إصابة بسرطان الثدي. فهذا العمل يمكن التحكم به من خلال تقليل الاعتماد على حبوب منع الحمل كمنظمات للنسل. وأخيراً العوامل السلوكية والحياتية لعلها هنا موجودة على رأس هرم يعني أقل تأثيراً، لكنها لا شك أنه دراسات الآن تزيد من يعني الإشارة لأهميتها وخطورة السلوكيات الغذائية وغير الصحية في زيادة خطر الإصابة بهذا المرض. طبعا هنا البريفنشن المنع أو الوقاية يتم أساسا من خلال عملية سكرينينج أو المسح، وأهم طرق المسح والتدخل والكشف المبكر هو ما يسمى بالماموغرام أو تصوير الثدي الذي يساعد في الكشف المبكر. طبعا هنا هذا يعني مهم جدا زيادة وعي المجتمع تجاه دور الاشتراك وانخراط في حملات التوعية الصحية وحملات الكشف المبكر أو ما يسمى بالحملات الوردية البين كامبينز التي يعني هدفها هو زيادة مساحة الكشف المبكر في المجتمع، لأنه ثبت علميا أنه كلما كان الكشف مبكر أكثر كلما كان فرص الشفاء التام من سرطان الثدي كلما كانت أكثر وأكثر، وكلما تأخر الكشف المبكر واستفحل المرض وزاد مستوى وانتقل من المرحلة 0 إلى 1 إلى 2 إلى 3 إلى 4 كل ما كان فرص الشفاء وفرص المعالجة أقل وأقل، بالتالي هنا تأتي أهمية الوعي المجتمعي بدورة الفحص المبكر. وهناك أيضا ما يسمى الفحص الشخصي قبل الفحص باستخدام الماموغرام، أيضا يعني أيضا من المهم أيضا أن توفر هذه الثقافة، ثقافة الفحص الشخصي للثدي للكشف المبكر عن العلامات الأولية لهذا النوع من السرطان. إذا نأتي هناك عوامل ذكرناها، من هذه العوامل يأتي العامل الغذائي. صح العامل الغذائي هو عامل يمكن التحكم به، لكن العامل الغذائي أيضا يتداخل مع العوامل الهرمونية ويتداخل مع العوامل البيولوجية، إذ لوحظ أن الفتيات والنساء الأكثر تعرضا للأغذية الغنية بالطاقة يحصل عندهم أيضا نوع من خاصة الفتيات في مرحلة البلوغ، كل ما كان الوزن أكبر كل ما كان الغذاء غني بالطاقة والدهون والسكريات أكثر وأكثر. لوحظ أن هناك في نوع من تبكير في حصول البلوغ والدورة الشهرية، هناك تأخر أيضا في انقطاع الحيض، ما يعني أن هناك دور للعوامل الغذائية أيضا في التأثير في الطبيعة الهرمونية وبالتالي التأثير في خطر الإصابة بسرطان الثدي من خلال تأثيرها على الدورة الهرمونية في جسم المرأة. بالتالي إذن مع أنه هذا العامل بيولوجي وهرموني ويمكن يعني منضبط في جسم الإنسان بطبيعة الجينات، لأنه هناك تأثير وهناك مساحة للتأثير العوامل الغذائية خاصة فيما يتعلق بالأغذية الغنية بالطاقة والدهون والتي تعرف بما يسمى الوجبة الغذائية الغربية الغنية بالدهون المشبعة والمعالجة حراريا والطاقة العالية، وبالتالي هذا أمر يمكن أن نتدخل به ولو جزئيا في التأثير بهذا الجانب من جوانب الإصابة بسرطان الثدي. نأتي الآن مباشرة إلى العوامل الغذائية أكثر وأكثر. إذا فهمنا طبيعة مرض السرطان، مرض السرطان كما ذكرت قبل قليل هو مرض متعدد الجوانب، تداخل فيه جملة كبيرة من العوامل التي تتعلق بالشخص العائل نسميه الهوست، مثل جيناته والخلفية الوراثية، العمر،
الجنس، الحالة الأيضية، الحالة الالتهابية، هذه الأمور كلها أيضا تؤثر إلى حد كبير يعني بالشخص، وتقلل أو تزيد حسب طبيعتها من خطر إصابة بسرطان الثدي. فكل ما كان السلوكيات الغذائية والحياتية أكثر، كل ما كان انعكست إيجابيا أكثر صحة، كل ما انعكست إيجابيا على الحالة الأيضية والالتهابية، وبالتالي كل ما قلت من خطر إصابة. كما ذكرت الآن العوامل الغذائية والسلوكية الحياتية، طبيعة عناصر غذائية، كمية الطاقة الغذائية، نوعية الأطعمة النباتية أو غير النباتية، الكحول، التدخين، ممارسة الرياضة، طبيعة النوم، كلها عوامل أيضا تتداخل في التأثير بالسرطان، إضافة العوامل البيئية المحيطة بالإنسان مثل وجود الملوثات، وجود الأشعة الضارة، العوامل المسرطنة البيئية من البيئة المحيطة، كلها هذه العوامل بمجملها تتفاعل مع بعضها البعض وتؤدي إلى إما زيادة خطر الإصابة بالسرطان أو تقليل خطر الإصابة بالسرطان، وهذا ما ينطبق تماما على سرطان الثدي. فسرطان الثدي هو كغيره من أنواع السرطان كما ذكرنا. نتيجة لتطور العلم وتضاعف عدد الدراسات العلمية تظهر علاقة التغذية تحديدا بالإصابة بسرطان الثدي، ظهرت الكثير من الكتب والدراسات تناقش هذا الموضوع وتبرز أهمية التغذية في الوقاية المبكرة والحماية من خطر إصابة بالسرطان، إذ قدرت يعني عدد حالات السرطان المرتبطة بالتغذية إلى قرابة الثلث إلى نصف حالات السرطان، بمعنى أنه لو تم تغيير العادات السلوكية الغذائية فإنه يمكن أن نحد من خطر إصابة بنسبة 30 إلى 50% من عدد حالات الإصابة. هذا التقرير العالمي المهم جدا، وهو تقرير أشمل والأكبر على مستوى العالم، الذي يعني بدأ في 97 ثم ظهر في 2007، وآخر نسخة كانت في نهاية 2017 بداية 2018. هذا التقرير العالمي حول التغذية والغذاء والنشاط البدني وعلاقته بالإصابة بالسرطان، ويعتبر من أهم التقارير، وهو يعني يصدر عن أكبر منظمتين في العالم في السرطان، المنظمة العالمية لبحث السرطان والصندوق الجمعية الأمريكية لبحث السرطان. هذا التقرير يعني تم فيه مراجعة أكثر من نصف مليون دراسة علمية، وتم فرز هذه الدراسات وتم استخلاص النتائج منها، وتم تبويبها وتوزيعها على أنواع السرطان المختلفة. طبعا الصورة كبيرة لا تظهر فيها تفاصيل لأنه كثر أنواع السرطان وكثر العوامل الغذائية والسلوكية، لكن خلصت هذه هذا التقرير العلمي العالمي المهم جدا إلى 10 توصيات يمكن من خلالها الوقاية والحد من خطر إصابة بالسرطان إذا ما تم اتباع هذه التعليمات وهذه التوصيات. أولها المحافظة على الوزن الصحي، فالمحافظة على الوزن الصحي يعتبر أيضا عامل مهم جدا في تقليل خطر إصابة بالسرطان، باعتبار أنه زيادة الوزن وخاصة السمنة المفرطة، لا نقول عن زيادة الوزن عادية، السمنة المفرطة اللي بيكون فيها مؤشر كتلة الجسم مرتفع فوق 30 وفوق 35 في BMI، ظهر ثبت علميا أنه السمنة المفرطة هي عامل اختطار أساسي وقوي للإصابة بأنواع السرطان، خاصة سرطان القولون، سرطان الكبد، سرطان بطانة الرحم، سرطان الكلى، سرطان البنكرياس، وسرطان الثدي عند النساء. أيضا النصيحة الثانية بي فيزيكالي أكتف، يعني كن نشيطا، أنه ثبت علمين أن النشاط الرياضي من أكثر عوامل التي تقي من خطر إصابة بالسرطان لأسباب كثيرة تقوم بها الرياضة. أيضا تناول وجبة غنية بالخضار والفواكه والبقوليات والحبوب الكاملة، نظرا لأهمية هذه العوامل الغذائية المباشرة في الحد من حالة الالتهابية وتقليل ما يسمى الكرب التاكسدي والارتفاع مؤشرات الالتهاب، وبالتالي توفير بيئة غير ملائمة للسرطان لكي ينمو نتيجة لتأثير عناصر الغذائية النباتية المهمة في الوقاية من السرطان. أيضا التقليل والحد من تناول الأطعمة السريعة، وخاصة الأطعمة السريعة الغربية، وهنا طبعا يأتي مفهوم الأطعمة السريعة مفهوم شوية مختلف علينا. الأطعمة السريعة ليست كل طعام سريع التحضير سريع الأكل هو طعام سريع ضار، هناك أطعمة سريعة ضارة، هناك أطعمة سريعة نعتبرها نوعا ما نافعة وصحية إذا ما قونت بالأطعمة السريعة الضارة. الأطعمة السريعة الضارة هي غالبا الأطعمة السريعة الغربية الممثلة بالوجبات السريعة البرجر وغيرها من المطاعم الغربية، بينما لدينا هناك خيارات سريعة لكن تعتبر نسبيا صحية، فسندويش الحمص بالفلافل، طبعا على شرط يكون الفلافل المقلي بزيت جيد ماشي، هو يعتبر نوعا ما طعام سريع ولكنه طعام سريع صحي. الوجبة الكشري في مصر تعتبر طعام سريع ولكنها نسبيا صحية بسبب وجود العدس والبصل، وهكذا ليس كل طعام سريع هو بالدور ضار، إنما هنا مقصود هو الأطعمة السريعة الغربية الغنية بالدهون المعالجة والدهون المشبعة والغنية بالسكريات،
والغنية بالطاقة، هذه تعتبر عوامل اختطار يجب الحد منها لتقليل فرص الإصابة بالسرطان بشكل عام وخاصة سرطان الثدي. أيضا تناول اللحوم المصنعة بشكل عام واللحوم الحمراء، اللحوم الحمراء بشكل عام واللحوم المصنعة بشكل خاص، حيث ثبت أنه اللحوم المصنعة تحديدا تزيد من خطر الإصابة بأنواع السرطان المختلفة. الحد من الأطعمة المحلاة، السكرية، المشروبات الغازية والعصائر المحلاة غير الطبيعية، الكحول، تناول المكملات كوسيلة لمنع السرطان، هذا خطأ، أنه ثبت علميا أن كثير من الناس يتناولوا المكملات غير المطلوبة ولا يتناولوا المكملات المطلوب تناولها منهم، لأنه للأسف أنه قرار معظم الناس تأخذ قرار تناول المكملات بناء على الرغبة الشخصية أو التقليد أو الموضة أو السرعة، وليس بناء على تقييم تغذوي وتقييم علمي وتقييم سريري ومخبري للحالة التغذوية للفيتامينات أو المعادن التي يعني نأخذ لها المكملات. وبالتالي هناك اعتقاد خاطئ لدى كثير من الناس أن تناول المكملات هو وسيلة آمنة لمنع السرطان، هذا اعتقاد خاطئ، وثبت أنه بالعكس هناك أضرار كثيرة من تناول المكملات بدون الاستشارة الطبية والتغذوية ودون وجود المسبب أو يعني العامل المبرر لذلك. الرضاعة الطبيعية تعتبر عامل أساسي في الوقاية من أنواع السرطان وخاصة سرطان الثدي، وأيضا هذه العوامل تطبق على غير أو المرضى السرطان الذين تعالجوا أو عوفوا. هذه العبارة عجبتني ومهمة جدا، يعني لتقول لنا أهمية العوامل الغذائية والسلوكية الحياتية في الإصابة بالسرطان. فعلماء هذه الجهات بعد أن قاموا بدراسة مختلف أنواع الدراسات وترخيصها وجدوا أن هناك كم كبير من الدراسات، وكانوا مندهلين يعني impressed من خلال حجم الأدلة العلمية التي تدل على أنه الغذاء والتغذية لها دور مباشر في التأثير أو في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي. نأتي مباشرة إلى هذه العوامل الغذائية، ولوحظ أنه كل ما كانت الزيادة في الطول في مرحلة البلوغ أكثر، كل ما كان خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر لدى الفتيات. طبعا هذا العامل، عامل الطول، هو عامل وراثي بدرجة أولى، تتحكم به الجينات وتتحكم به أيضا إيش الهرمونات. ولكن كما ذكرنا قبل قليل أن هناك وفرة العناصر الغذائية وخاصة الكثرة في العناصر الغذائية والطاقة، لا شك لوحظ أنه يزيد من بعض العوامل الهرمونية التي بدورها تزيد من أيضا خطر الإصابة. طبعا هذا العامل لا يمكن الخروج بتوصية علمية به، ولكن هي فقط إشارة أنه نتجنب الإفراط أو تجنيب الأطفال أو الفتيات في مرحلة البلوغ من الإفراط في تناول العناصر الغذائية والطاقة والأطعمة الغنية بالطاقة، لأنها قد تزيد أيضا من معدلات الهرمونات التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان، وخاصة هرمون الإنسولين وما ينجم عنه من عامل يسمى الـ IGF factor. وبالتالي نقول أنه هذا العامل يمكن التأثير عليه نسبيا من خلال ضبط الطاقة وتحديد وتقليل كمية الطاقة العالية من السكريات والدهون الغذائية. لكن أكثر عوامل سلوكية ثبت علميا أنها لها ضرر مباشر في الإصابة بسرطان الثدي هي الكحول. الكحول تؤثر مباشر على الإصابة بسرطان الثدي، ولعل الحمد لله يعني إحنا في مجتمعاتنا العربية الإسلامية لا نعاني من هذه الإشكالية، لأنها هي إشكالية مجتمعية صحية غربية وليست شرقية في بلادنا، ولكنها يعني لابد من إشارة إليها للتنبيه أيضا ويعني توعية الناس حول ضررها. والدراسات العلمية لاحظت أن هناك ما يسمى دوز ريسبونس رياكشن، بمعنى كل ما زادت كمية تناول الكحول والخمر كل ما كان في زيادة في فرص الإصابة أكثر وأكثر بسرطان الثدي، نتيجة لأن الكحول ينتج عنه مركب الأستلديهايد وهو مركب سام جدا، كل ما زاد التعرض لهذا المركب كل ما زاد خطر الإصابة بسرطان الثدي. وكانوا يعني يروجوا أنه للخمر فوائد وخاصة للنبيذ بعض الفوائد، هذا الآن نفي بدراسة علمية نشرت في اللانسيت، وكانت نتيجة الدراسة أنه no amount is good amount of alcohol. No amount is good amount of alcohol. ما في كمية جيدة من الكحول، كل الكحول والخمر ضار مهما كانت كميته. هاي الدراسة التي نشرت في لانسيت في العام 2018 أثبتت هذا الأمر، أنه لا توجد كمية نافعة للصحة من تناول الخمر. إذن العوامل السلوكية المرضية التي أيضا تزيد من خطر الإصابة بالسرطان ما يسمى الميتولازمة الأيضية. الميتولازمة الأيضية هي عبارة عن حالة مرضية تتميز بزيادة الوزن بالدرجة الأولى وزيادة المستوى أو ما يسمى محيط الخصر. فكل ما زاد الوزن وزاد محيط الخصر كل ما هذا طبعا أهم مؤشرين مؤشرات الميتولازمة الأيضية، كل ما كان خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر وأكثر لدى
النساء. ومن هنا تأتي أهمية قياس مستوى محيط الخصر لدى المرأة، بحيث أنه يكون أقل من 88 سنتيمتر، أقل من 88 سنتيمتر، لأن كل ما زاد محيط الخصر عن هذا المقدار كل ما زاد معه خطر الإصابة بسرطان الثدي. أيضا نسبة محيط الخصر إلى محيط الورك، فهذه علاقة مهمة جدا، وهي محيط الخصر إلى محيط الورك، كلما كان محيط الخصر يعني أقل بالنسبة لمحيط الورك وكانت القيمة أقل من 0.9 كلما كان خطر إصابة أقل، لأنه كلما تراكمت الشحوم الدهنية أو الشحوم في منطقة البطن أكثر وأكثر كلما زاد من خطر العوامل الالتهابية التي تؤدي أو تزيد من خطر الإصابة بسرطان الثدي. بالتالي هذه العلاقة أيضا مهمة، وقياس محيط الخصر إلى الثدي، عفوا محيط الخصر إلى الورك عفوا، مهم أيضا يعني التحقق من حالة صحية، وبالتالي السعي نحو تخفيف الوزن وزيادة الأنشطة الرياضية لتحسين هذه المؤشرات، سعيا نحو التقليل من خطر الإصابة. أيضا ثبت أنه تناول الدهون المشبعة كما ذكرنا في الوجبة الغذائية الغربية التي تأتي من اللحوم، وخاصة اللحوم المصنعة واللحوم المعالجة الموجودة في النمط الغذائي الغربي أكثر، كل ما خطر الإصابة بالسرطان زاد أكثر وأكثر. التدخين يعتبر عامل خطورة قوي جدا مباشر لسرطان الثدي، سواء كان تدخين مباشر أو تدخين غير مباشر، فالتي لا تدخن ولكنها تتعرض للتدخين في بيئات مغلقة كما يحصل للأسف الآن في يعني كثير من البيوت فيها مدخنين، فغير مدخن يتعرض أيضا لهذا التدخين، التدخين السلبي، وبالتالي هذا أيضا له أيضا تأثير مباشر في زيادة خطر إصابة بسرطان، وخاصة في مرحلة ما بعد البلوغ حتى يعني سن الإنجاب. هذه هي الفترة تزاد معها خطورة الإصابة بسرطان الثدي عند التعرض للتدخين أو السجائر ومشتقاته. طبعا للأسف الآن الشائع عندنا أنه الفتيات يعني يدخنوا، ولكن عند السؤال أنه هل تدخني؟ تقول لك لا. طب بتأرجلي؟ تستخدم الشيشة؟ تقول لك آه. طيب يعني ما هذا التعارض؟ ما هذا التناقض؟ يعني كيف تكوني أو لا تعتبر نفسك مدخنة مع الأرجيلة والتدخين فقط مع السجارة؟ لا، الأرجيلة هو أيضا من أشكال التدخين، والتي تستخدم الأرجيلة هي أيضا مدخنة، وبالتالي بالعكس ثبت أنه الأرجيلة لها بعض المضاعفات والمخاطر التي تفوق حتى تأثير السيجارة أو التدخين بالسجائر. بالتالي سواء كان تدخين أرجيلة أو الشيشة أو غيرها أو السجارة، كل أشكال التدخين هي عوامل خطورة تزيد من خطر إصابة بسرطان الثدي. وأحد الدراسات تم أخذ سائل من سائل ما يسمى سائل الثدي في يعني امرأة أو نساء غير مرضعات، هناك سائل موجود في منطقة الثدي، تم استخلاص هذا السائل وتم كشف عن وجود طفرات جينية ورمية في بداية تشكلها لدى هؤلاء النساء المدخنات، وهذا أعطى مؤشر أن هناك زيادة ليس بالضرورة قطعا، لكن هناك زيادة لخطر الإصابة بالسرطان لدى المدخنات. البيسفينول A وهي مادة مستخدمة في صناعة المعلبات والمواد البلاستيكية، هذه المادة البيسفينول A ثبت أنها أيضا من المواد المسرطنة. طبعا هنا الآن هذه إشكالية، طب ما لا نأكل هذه الأطعمة كليا، يعني احنا نقول دائما يا جماعة، نقول أن الخطر دائما في السلوك الغذائي هو في التكرار وفي الكمية، كل ما كانت الكمية أكثر والتكرار أكثر كل ما كان خطر هذه الأطعمة في التسبب بالسرطان أو بالسمنة أكثر وأكثر. لا نقول أنه الامتناع الكلي، لأنه لا يمكن أن نمتنع كليا، هي حقيقة، ولا يمكن أن نقول أن هذه المواد المعلبة كلها مسرطنة ويجب منعها، لا يمكن هذا القول، لكن نقول أن سلوك الإنسان هو الذي يحدد مدى الإصابة، سلوك الإنسان هو الذي يحدد مدى الإصابة. فالمرأة التي تعتمد على الأطعمة المصنعة والوجبات السريعة والأطعمة المعلبة كغذاء يومي، هذه المرأة لا شك أن لديها خطر أكثر بكثير من غيرها من النساء التي تستخدم هذه الأطعمة ولكن بتكرار أقل، بكمية أقل، بشكل يومي أو بشكل أسبوعي أو بشكل شهري. بالتالي نقول أنه عدم الاعتماد عليها وعدم الإكثار منها. طب ما هو المعيار؟ إحنا لدينا معيار، أي شيء يستخدم في اليوم أكثر من 3 مرات يعتبر متكرر يوميا، أي شيء يستخدم في الأسبوع أكثر من 3 مرات يعتبر متكرر أسبوعيا. طبعا المتكرر يوميا هو تلقائيا متكرر اسبوعيا، ولكن ليس كل متكرر اسبوعيا هو بالضروره متكرر يوميا. بالتالي نقول بعض السلوكيات اذا مارسها الشخص في الاسبوع مره حتما لن يكون لها تاثير مثل ما ان يمارسها في اليوم مره او مرتين او اكثر. بالتالي التكرار مهم جدا، الكميه مهمه جدا، بالتالي لا يمكن القول بالمنع على الاطلاق لانه هناك تباين كبير في التاثير بين الناس، ولكن نقول انه لابد من ضبط سلوك الانسان، سلوك الاستهلاكي تجاه الاطعمه الجاهزه والاطعمه المصنعه والاطعمه السريعه والاطعمه المعلبه. بالتالي هذا الضبط وهذا الحد من هذا السلوك لا شك انه سيكون له دور ايجابي في تقليل خطر الاصابه بهذا النوع من السرطان.
أيضا الأغذية الغنية بالطاقة إذا كان الفاست فود، الأطعمة السكرية، كلها ثبت أنها تزيد من خطر إصابة بسرطان الثدي. طبعا كيف العلاقة؟ العلاقة مباشرة من خلال السمنة ومن خلال تأثير على هرمون الإنسولين. كل ما ارتفع مستوى هرمون الإنسولين أكثر وأكثر بسبب ارتفاع السكريات، كل ما كان خطر إصابة أكثر وأكثر مع تقدم الوقت والزمن. وبالتالي الحد من الاستهلاك المتكرر للأطعمة المحلاة والسكرية لا شك أنه له دور أساسي ومهم في الوقاية من هذا النوع من السرطان. نأتي إلى الأطعمة الوقائية أو السلوكيات الوقائية. من أهم السلوكيات الوقائية التي يمكن أن تمارسها المرأة في حياتها، هذا كان قبل قليل، هو الإنجاب المبكر والحمل المبكر. هذا له دور إيجابي، ولكن هذا أمر ليس بالضرورة يعني خارج أو ليس تحت سيطرة الإنسان، هو خارج عن سيطرة الإنسان. ولكن الرضاعة الطبيعية هي خيار الأم، وهذا للأسف طبعا نقول هذا الكلام في ظل للأسف وجود بعض الدعاوى الغريبة التي تدعو إلى عدم الرضاعة الطبيعية لأسباب مختلفة، وهذا كله خطأ صحيا وطبيا وحتى شرعيا كمان، باعتبار الرضاعة الطبيعية حق للجنين على أمه، لا يجوز أن يعني تقصر بهذا الحق إلا لوجود مبررات طبية مانعة. بالتالي الرضاعة الطبيعية من أفضل وسائل الوقاية من خطر الإصابة بسرطان الثدي. الرياضة وتحديدا الرياضة الشديدة والمتوسطة وليست الرياضة الخفيفة، كل ما كان شدة الرياضة أكثر كل ما كان يعني قدرتها في التقليل من خطر الإصابة بسرطان الثدي أكثر وأكثر، نتيجة التأثير المباشر للرياضة على تكوين الجسم، على الهرمونات خاصة هرمون الإنسولين، على العوامل الالتهابية السيتوكاينز وغيرها من العوامل التأكسدية التي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. الرياضة تقلل في هذه العوامل وتخفف منها، وبالتالي تشكل الرياضة خاصة الرياضة الشديدة عامل وقاية مهم ضد الإصابة بسرطان الثدي. كما ذكرنا الفيزيكال اكسرسايز تقلل حتى لدى مرضى السرطان كذلك، تخيلوا حتى عند مرضى السرطان وجدوا أنها تقلل من مضاعفات حتى الكيموثيرابي ومن مخاطر أو يعني ما يسمى المضاعفات الأثار الجانبية للمعالجات الكيماوية المختلفة، تحسن حالة المريض من الحالة النفسية مجمل الجوانب، حقيقة النفسية وما يسمى الكواليتي أوف لايف، جودة الحياة كلها تتحسن حتى عند مرضى السرطان الذين يتعرضون للكيموثيرابي والمعالجة الإشعاعية نتيجة لتأثير إيجابي للرياضة. فبالتالي هذا التأثير أيضا يكون أكثر وأكثر لدى الأشخاص الطبيعيين ويساعدهم أكثر في الوقاية من السرطان. تناول الحليب والأجبان ومشتقات الألبان غنية بفيتامين دال أيضا له علاقة مباشرة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي، وهذا بخلاف ما يشاع الآن أن الحليب والأجبان والألبان هي أطعمة ضارة يجب الابتعاد عنها وأنها أطعمة تسبب السرطان. هذا كله ليس يعني فيه أو ليس له ما يدلله من الأدلة العلمية المعتبرة، وليس هناك ما يعني يدعمه من الدراسات المعتبرة على مستوى العالم. بالعكس التوجه العلمي هو أن تناول أجبان الألبان هي تشكل عامل وقاية ضد خطر الإصابة بأنواع السرطان ومنها سرطان الثدي، نتيجة لتعرض ذي كميات وافرة من الكالسيوم وهو عنصر ضروري الجسم، وكذلك فيتامين دال الذي وإن كان متوفر بكمية قليلة لأنه هذه الكمية القليلة مع التكرار اليومي لها دور إيجابي في الوقاية من السرطان. منتجات الصويا وفول الصويا، ونقول هنا المنتجات الحب الفول وليس الصوص أو الصويا صوص، إنما الحب الفول أو مشتقاته مثل الجبن التوفو والتنف، يمكن هذه الأجبان مش منتشرة لدينا ولكن متوفر يعني في الأسواق حبوب فول الصويا، ينصح بتناولها لاحتواها على ما يسمى الفايتوإستروجينات وهي مركبات نباتية طبيعية تعارض تأثير الهرمون الإستروجين الحيواني أو في جسم الإنسان، وبالتالي تقلل من خطر تأثير هرمون الإستروجين على مستقبلات الإستروجين المرتبطة بسرطان الثدي. بالتالي هذا ثبت علميا من خلال دراسات التي أجريت على النساء في شرق آسيا، ولواتي لوحظنا أنه لديهن نسبة إصابة أقل بكثير من النساء في منطقة أوروبا وأمريكا الشمالية، وكان أحد أهم العوامل هو تناول فول الصويا ومشتقات فول الصويا. نبات الحلبة، كل بارف الحلبة، وهذه دراسة أجريت في الإمارات في جامعة العين، دراسة صح أجريت على خلايا سرطانية ولكنها دراسة مهمة أيضا، وتظهر كيف أنه مركبات التريجونالين والديوسجينين الموجودة في الحلبة أيضا لها دور وقائي ضد سرطان الثدي، وإن كان هذا التأثير مخبري وليس على مستوى يعني سريري، ولكنه أيضا يؤشر على وجود يعني شيء يعني إيجابي، أثر إيجابي وقائي للحلبة ضد سرطان الثدي. الشاي والقهوة ومركبات الثيوفيلين والثيوبرومين الموجودة في الشاي والقهوة ثبت أن لها تأثيرا وقائيا
من خلال الدراسات الوبائية التي أجريت على عدد كبير من النساء في الغرب، وجدوا أن هناك تأثير مباشر بين يعني وقائي لتناول القهوة والشاي وانخفاض خطر إصابة بسرطان الثدي. ولكن هنا يجدر التنبه إلى أنه نتكلم هنا عن القهوة والشاي بصفتها الحرة النقية، وليس الشاي الآن اللي هو أو القهوة الآن اللي مثلا تكون كمية السكر فيها عالية والدهون الكريمة عالية. لا، نتكلم عن القهوة الحرة والشاي الحر بعيدا عن تأثير السكر، لأنه السكر إذا كان بكمية كبيرة فهذا عامل اختطار للسمنة وبالتالي عامل تأثير سلبي ضد سرطان الثدي. القهوة الغنية بالدهون والسكريات هذه أيضا تأثيرها سيكون سلبي. فهنتكلم عن القهوة الحرة والشاي الحر ماشي، وليس عن المنتجات ومشتقات الشاي والقهوة الغنية بالدهون والسكريات. زيت الزيتون وما أدراك ما زيت الزيتون غني جدا بمركبات مناعة الأكسد مناعة الالتهاب، وكلها عوامل وقائية مهمة جدا ضد خطر إصابة بالسرطان من خلال تأثيرها الوقائي ضد عمليات التأكسد والالتهاب، والتي تعتبر عوامل يعني مباشرة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان. فالعوامل الالتهابية التي تحصل يعني زيت الزيتون قدرة على الحد منها وتثبيتها بفعل المركبات النباتية الطبيعية الغنية والكثيرة الموجودة في زيت الزيتون مثل التايروسول والهيدروكس تايروسول والأوليوروبين وغيرها من المركبات ذات تأثير مباشر في منع الالتهاب والتأكسد والتالي التأثير الوقائي. وهذا كان ملوحظ بشكل كبير في منطقة حوض البحر المتوسط في دول جنوب أوروبا، كانت إصابة النساء بسرطان الثدي أقل بكثير من إصابة النساء في شمال أوروبا وسط أوروبا بسرطان الثدي، وكان العامل الأساسي هو وجود زيت الزيتون في جنوب أوروبا في إسبانيا وفي اليونان وغيرها من المناطق التي تعتمد على زيت الزيتون بشكل كبير جدا. الشاي الأخضر نعم مفيد وغني جدا بمركبات مانع الالتهاب مانع التأكسد، ثبت من خلال الدراسات الوبائية أنها له دور أو ارتباط ارتباط مباشر بانخفاض الإصابة بسرطان الثدي لدى النساء نتيجة لوجود مركبات الكاتيكين والإبيكالكاتيكين والإي جي سي جي وغيرها من المواد المانعة للتأكسد والالتهاب التي توفر حماية ضد خطر الكرب التأكسدي الذي يحفز الإصابة بالسرطان. الفواكه الداكنة الغنية بالأنثوسيانينز والبروأنثوسيانينز وهي أيضا مركبات منتشرة في التوت الأزرق والتوت الأحمر والفراولة والرمان والعنب الأحمر كلها أنها لها تأثير وقائي ضد سرطان الثدي. العائلة الصليبية البراسيكا فاميلي أو الكروسيفرس بلانتس بنسميها، الزهرة الملفوف القرنبيط البروكولي والبرازيل سبراوتس اللي هو كروم بروكسل الصغير هذا الملفوف الصغير، وخاصة تحديدا البروكولي هناك مركب السلفورافين، هذا المركب ثبت أنه أيضا له تأثير قوي مباشر في الوقاية والحماية من خطر إصابة بسرطان الثدي من خلال مجموعة من الدراسات المخبرية على الحيوان، وأيضا من خلال الدراسات الوبائية على الشعوب الأكثر استهلاكا لهذه الأطعمة وجدوا أن لديهم أقل إصابة بها هذا النوع من السرطان كما يظهر في عدد كبير من الدراسات. الثوم والبصل وهي أيضا نتي أهمية ومسؤولية ربة البيت الأم في إعداد الغذاء الصحي الغني بهذه الأطعمة الصحية. العائلة الصليبية الزهر الملفوف الغني بالفواكه الغنية بالمواد الملونة الطبيعية الداكنة التي تقلل من الالتهاب، إضافة زيت الزيتون، استخدام البصل والثوم بشكل متكرر في الطعام والطبيخ، كلها عوامل لا شك أنها عوامل مساعدة في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي. التعرض المباشر لأشعة الشمس مهم جدا، التعرض المباشر لأشعة الشمس لغرضين، لغرض الحصول على فيتامين دال، وأيضا وجد أنه هذا الفيتامين كفيتامين له أدوار مهمة في بناء العظم، لكن أيضا وجد أنه له دور أيضا مباشر في تقليل خطر الإصابة بسرطان الثدي كما ثبت في كثير من الدراسات العلمية التي أظهرت أن وجود مستوى طبيعي لفيتامين دال في الدم كان مرتبط بشكل مباشر في انخفاض الإصابة بسرطان الثدي. بالتالي إذا لم تتمكن المرأة من تعريض نفسها للشمس بشكل مباشر، ودائما نتكلم بهذه القضية للطلاب أنه يعني تعرض الشمس بشكل مباشر لا يشرط أن يكون بالشارع ولا يشرط أن يكون من خلال مخالفة القواعد الشرعية والاجتماعية، إنما يمكن للمرأة أن تعرض نفسها في داخل بيتها لأشعة الشمس المباشرة بشكل يومي، بحيث أنه هذا التعرض للشمس يساعدها في تكوين فيتامين دال، المصدر الأهم والأساسي وهو التعرض للشمس. أهم مصدر لفيتامين دال ليس الغذاء ولا المكملات، هو التعرض المباشر لأشعة الشمس. في حال لم تتوفر الظروف ولم تتمكن المرأة من هذا الفعل، فيمكن هنا اللجوء إلى المكملات الغذائية لتحسين مستويات فيتامين دال. كلما ارتفعت أكثر وأكثر
كل ما كان خطر إصابة بسرطان الثدي أقل وأقل. هنا سأستعرض عليكم دراسة أجريناها على نبات العدس، وكانت بالتعاون مع الأستاذ الزميل دكتور محمد غالب في قسم علوم المختبرات الطبية في كلية العلوم الصحية، والزميل دكتور سامح سليمان في كلية الصيدلة، وبالتعاون مع طالباتي في قسم التغذية، حيث تم إجراء دراسة علمية على العدس وأنواع العدس على خلايا سرطانية لسرطان الثدي، ولكنها خلايا مخبرية، يعني تم نزع أو أخذ هذه الخلايا من مصادر، يعني من الإنسان، من امرأة مصابة، وتم حفظها في أنابيب اختبار وإكثارها في داخل أنابيب اختبار. ثم في هذه الدراسة تم تعريض هذا الطالبات لما كانوا يفصلوا العدس بأنواعه. طبعا أحضرنا 3 أنواع من العدس: عدس كامل، وعدس مجروش الأصفر، والعدس قشور عدس. يعني العدس لما تم تقشيره طحن، تم يعني تعريضه لعملية، في عملية خاصة من خلال آلية خاصة يتم فصل قشور عدس عن لب العدس. هذا لب العدس المأخوذ من العدس الأخضر، وهذه قشور عدس. فيعني هذول الجزئين مأخوذين من الحب الأصلي، هذا اللب وهذا القشر. الآن تم فصلهم واستخلاصهم بطرق كيميائية مخبرية، ثم تم تعريضهم للخلايا السرطانية. هذه الصفائح تحتوي على الخلايا السرطانية، وتم تعريضها من خلال آلية معينة مخبرية تحت إشراف الدكتور محمد غالب، وهذه الفصل كان تحت إشراف الدكتور سامح سليمان. وتم تعريض الخلايا السرطانية لمشتقات العدس الثلاثة اللي ذكرناها قبل قليل، وكانت النتيجة حقيقة جدا يعني قوية، أنه قشور عدس كانت كفيلة بتثبيت وقتل 50% من خلايا السرطانية، سرطان الثدي الموجودة في أنابيب الاختبار. وهذا يعني عامل يعني مهم جدا في الوقاية بالدرجة الأولى، وقد يكون هذا أمر يحتاج إلى دراسات كثيرة في المستقبل، توفرت الآليات والإمكانيات للتطوير واشتقاق وأخذ مركبات المانع للسرطان الموجودة في قشور العدس. قشور العدس غنية جدا بمركبات مانع للسرطان، ثبت من خلال هذه الدراسة التي أجريناها أنها كانت كفيلة بقتل الخلايا السرطانية في أنابيب الاختبار. تأثير الحب الكامل كان أقل من تأثير القشر، وتأثير اللب كان أقل وأقل. فأفضل شيء هو تأثير القشور. طبعا إحنا القشور لا تأخذ، طبعا لا يمكن لنا أكل القشور. فالنصيحة والتوصية كانت إيش؟ بتناول إيش؟ حب العدس الكامل كغذاء غني بالقشور وغني أيضا باللب، وبالتالي هذا قد يساعد في عملية الوقاية من سرطان. والسبب في ذلك إنه هذه حبة عدس تحت الميكروسكوب، هذه القشرة، شايفين القشرة الصغيرة هاي، تحتوي على 90% من المواد المانعة للسرطان في داخل حبة العدس. وهي البقية الكوتليدونز نسميها الفرقتين، تحتوي على بروتينات ونشويات فيها أقل من 10% من مواد المانعة للسرطان، لكن 90% من مواد المانعة للسرطان كانت موجودة في منطقة إيش؟ قشور العدس. ذكرت قبل قليل الأطعمة السكرية. ليش الأطعمة السكرية تزيد من خطر الإصابة بالسرطان الغنية بالسكر؟ لأنها ترفع مستوى الهرمون الإنسولين، وهرمون الإنسولين يزيد أيضا من خطر مركب اسمه IGF أو ما يعرف بالإنسولين لايك جروث فاكتور. طيب، فوجد أنه أي عامل غذائي أو سلوكي حياتي زي الرياضة، زي عدم تناول الأطعمة السكرية أو تناول الأطعمة الغنية بالألياف، تقلل من هرمون الإنسولين، وتقلل أيضا من هرمون أو مركب IGF، وبالتالي تقلل من خطر إصابة بالسرطان، وخاصة سرطان الثدي، لأنه هذه العوامل الهرمونية تزيد من عوامل التهابية تشكل خطر وتوفر بيئة خصبة لحصول السرطان في جسم الإنسان. بالتالي الرياضة وجدوا أنها عامل مؤثر مخفف من هذه الهرمونات. تقليل الطاقة والصيام، وهذه الدراسة عن الصيام fasting، أيضا وجد أنه عامل مؤثر مفيد في تقليل هذا الهرمون الشبيه بالإنسولين IGF-1 factor، والذي ثبت أنه أيضا عامل أساسي في زيادة خطر الإصابة بالسرطان. هذه الدراسة يعني كانت مفاجأة بالنسبة لي، أنا مهتم بالصيام وباحث في الصيام، لكن وجدت سبحان الله أنه تأثير الصيام المتقطع في تثبيت ومنع ما يسمى dormant breast tumors، يعني امرأة ونساء كان معهم سرطان ثدي تم معالجته فيسمى dormant خامل ساكن، فوجد أنه النساء التي تعرضنا أو مارسنا الصيام المتقطع الذي نمارسه في شهر رمضان، أنه كان إصابة بالسرطان لديهم بعد العلاج أقل من النساء اللواتي لم يمارسن الصيام. فهذا يعني أن الصيام كان له دور مباشر في تثبيت
وإطالة أمد السكون والركود لهذه الكتلة الورمية في منطقة الثدي. ما يعني أن السرطان له الصيام له دور مفيد في تثبيت نمو السرطان وخاصة في مراحل ما بعد العلاج. بالتالي هذا بعطينا مؤشر مهم أنه أيضا الصيام المتقطع له تأثير أيضا وقائي، وهذا أيضا ثبت في كثير من الدراسات العلمية. بالتالي هذا يعني بنبهنا لأهمية ممارسة الصيام. طبعا هنا الصيام قد يكون على شكل الصيام الديني اللي هو الصيام النهاري كما في رمضان أو في صيام تطوع، هذا صوم. وأيضا الذي لا يريد أن يمارس هذا النمط من الصيام الديني وهو الصيام النهاري لأسباب معينة، يمكن أن يمارس نمط الصيام الليلي، الصيام الليلي نسميه night intermittent fasting أو time restricted feeding كما سنأتي عليه الآن. فوجد في دراسات علمية أخرى أنه هذا الصيام المتقطع سواء هنا لسه ما زلنا نتكلم عن الصيام النهاري والأكل في مرحلة الليل، أيضا وجدوا أنه هذا النوع من الصيام أيضا يساعد في خفض الإصابة بسرطان الثدي، بس هذه التجربة كانت في النساء. طيب عند الإنسان، هذه دراسة في مجلة جامعة العالمية، وجدوا أنه كل ما طال مدة الصيام الليلي عند المرأة كل ما قل خطر إصابة بسرطان الثدي. Prolonged nightly fasting and breast cancer prognosis. وجدوا أنه النساء اللواتي مارسن الصيام الليلي ماشي كل ما كان أطول كل ما كان إيش عندهم انخفاض أكثر في خطر الإصابة بسرطان الثدي، نتيجة لتقليل عوامل التي تزيد من ارتفاع الهرمونات المسببة للسرطان الإنسولين والآي جي إف فاكتور، ذكرناها قبل قليل. وهذه الدراسة تكررت أكثر من مرة في أكثر من دراسة علمية، إنه كل ما كان الصيام الليلي أكثر كل ما كان انقطاع عن الأكل خلال الليل أكثر وأكثر، وجدوا إنه كل ما كان فرص تقليل خطر إصابة والعوامل الالتهابية والأيضية المسببة للسرطان كل ما كانت أقل وأقل. بالتالي ممارسة الصيام المتقطع سواء ليلي أو نهاري عامل وقائي مهم جدا ضد خطر إصابة بسرطان الثدي، نتيجة لأثر الصيام في تقليل ما يسمى العوامل الالتهابية، العوامل الالتهابية. وهذا إحنا يعني الحمد لله درسناه في شهر رمضان وأثبتناه في شهر رمضان من خلال أكثر من دراسة، دراسات تجريبية ودراسات تلوية، أن الصيام المتقطع في شهر رمضان كان لها دور مباشر في تثبيت العوامل الالتهابية. ذكرناها قبل قليل، ذكرنا عوامل التهابية مثل ما يسمى TNF والإنترلوكين 6. هذه العوامل التهابية تزيد من خطر السرطان والالتهاب أولا ثم السرطان ثانيا. صيام رمضان والصيام الليلي والصيام المتقطع كلها أنواع من الصيام ثبت أنها تقلل من هذه العوامل الالتهابية التي تزيد من خطر إصابة بالسرطان. هذه دراستنا اللي أجرناها أيضا على صيام رمضان، وكيف أن عوامل الالتهابية من هذه الأنواع انترلوكين 6 وتنف ألفا قلت بنسبة 60-70% ماشي في شهر رمضان بالمقارنة مع قبل أو بعد رمضان. 57% انترلوكين 6، 72% انترلوكين 1 بيتا، تنف ألفا نسبة 71% قلت خلال رمضان. فهذه كلها تعطينا أنه ممارسة الصيام سواء الصيام الديني أو الصيام الحمية من النوع المتقطع كلها تساعد في خفض الإصابة بخطر العوامل الالتهابية والتأكسدية ومن ثم خطر الإصابة بسرطان بشكل عام وسرطان الثدي بشكل خاص. إذن التزام بالوقت، سأنهي الآن عن تمام الساعة وأقول ملخص هذه الدراسة، هذه المحاضرة المسمية Take Home Message، يعني هذه الرسالة التي أتمنى أن تحتفظوا بها وتنقلوها إلى غيركم. أول رسالة أنه سرطان الثدي breast cancer is preventable disease، إنه مرض يمكن الوقاية منه لما ذكرناه سابقا من تأثير مباشر العوامل الغذائية والسلوكية الحياتية في زيادة أو تقليل خطر إصابة بسرطان الثدي. بالتالي هو ليس قدر، هو قدر محتوم، هو طبعا كله قدر من الله عز وجل، لكن الله تعالى أعطانا أيضا إيش كيف ندافع القدر بالقدر، ماشي ندافع القدر بالقدر كما قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. بالتالي من مدافعة القدر أن نأخذ الأسباب العلمية الموضوعية التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان الثدي مثل ما ذكرنا من العوامل السلوكية والغذائية الحياتية. تحسين العوامل أو السلوكيات الحياتية والسلوكيات الصحية الغذائية مثل الرياضة والغذاء الصحي كلها تساهم في خفض الإصابة، ولا أقول منع، لا يمكن لأحد أن يقول لا يمكن، هاي برضو بمش يعني بحكيها على الهامش. وسائل التواصل الاجتماعي تحمل كثير من الرسائل الخاطئة التي للأسف تشوه نمط التفكير تجاه الغذاء والسرطان. كان تقول رسالة أنه هذا الغذاء يسبب السرطان بشكل مباشر أو هذا الغذاء يمنع
كليا السرطان بشكل مباشر ويعالج السرطان، هذه كلها مغالطات ومبالغات لا تجوز ولا تصح بأي حال من الأحوال. لا يمكن لأحد أن يدعي أن غذاء معينا يقي 100% أو يعالج 100% من السرطان، هذا كلام مرفوض ولا دليل عليه. الغذاء له دور مباشر في الوقاية بالدرجة الأولى، له دور مساعد مهم جدا جنبا إلى جنب إلى العلاج الكيماوي والجراحي والإشعاعي في معالجة مرض السرطان. أما القول أن هناك غذاء معين أو سلوك معين يمنع السرطان أو يعالج، هذا قول مرفوض باطل لا يمكن الاعتماد عليه، بالعكس سيؤدي إلى إضرار بصحة كثير من الناس ويزيد من خطر الوفيات بسبب السرطان. نقول هذا النوع من السرطان نعم يقل خطره مع زيادة أو تحسين السلوكيات الحياتية الغذائية. ينبغي التركيز على تناول الخضروات الطازجة والفواكه الطازجة، نباتات العائلة الصليبية، الزهرة، الملفوف، القرنبيط، البروكولي، الكرومبراكس الصغير، الآليم سبيشيز اللي هي عائلة الزنبقيات، الثوم، البصل، الكراث، زيت الزيتون، مشتقات الحليب والألبان الغنية بالكالسيوم وفيتامين دال، البقوليات وخاصة فول الصويا والعدس، كلها مواد غذائية ثبت علميا أنها مواد مساعدة في خفض الإصابة بسرطان الثدي تحديدا وغيرها الكثير من أنواع السرطانات. وأخيرا التركيز على الرياضة والنشاط البدني والمحافظة على الوزن الصحي ومحيط الخصر ومحيط الورك كمؤشرات مهمة جدا في الوقاية من خطر الإصابة بالسرطان. وختاما لا يسعني إلا أن أتوجه لكم جميعا بشكر جزيلا على حسن الاستماع والإنصات، وأعتذر بشدة عن الإطالة في هذه المحاضرة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. يعطيك العافية دكتور. دكتور لو في مجال بناخذ بعض من استفسارات الحضور. فضل. في عندنا خاصيتين، إما تكتبون أسئلتكم في الشات أو استخدام خاصية الريز هاند للسؤال بالصوت. فبناخذ أول استفسار من مع الأخت وفاء الجسمي. لو نشل بس الميوت عنها من الريز هاند. استنويه تم وضع رابط التقييم في الشات لمدة 10 دقائق. يمكنكم تعبئة رابط التسجيل في الشات، راح يكون موجود بس لمدة 10 دقائق وبعدين سوف يتم إغلاقه. دكتور في سؤال يقول هل العسل مفيد في علاج السرطان؟ طيب يعني شكرا على السؤال. بداية العسل لا شك يعني الله تبارك وتعالى زكاه، وما زكاه الله عز وجل فيقين أنه يعني فيه فائدة، والله تعالى خصه بخاصية الشفاء. ولكن نقول أيضا الله عز وجل لم يقل عن العسل فيه الشفاء، وهذا قول علماء اللغة وأهل التفسير، أن الله تبارك وتعالى لما ذكر العسل لم يقل فيه الشفاء بل قال فيه شفاء، وشفاء غير الشفاء. شفاء في اللغة هذه تفيد التنكير، والتنكير يفيد العموم، والعموم أنه قد يكون شفاء لداء دون داء، وشفاء لداء في مرحلة دون مرحلة أو لشخص دون آخر. بالتالي لا يصح القول أنه العسل هو شفاء قطعي لكل أمراض أو للسرطان تحديدا، هذا كلام غير صحيح ويتعارض حتى مع فهم النص الشرعي. نعم العسل مفيد جدا، يحتوي على مواد فاعلة مساعدة في الوقاية من السرطان. العسل غذاء مهم أن يضاف إلى غذاء مريض السرطان، لكن أن نزعم أن نقول أنه يعالجه كغذاء بعينه هذا جواب خطأ. لا، هو غذاء يضاف جنبا إلى جنب مع المواد الغذائية الأخرى، إضافة إلى المعالجات الطبية المعتمدة في البروتوكولات الطبية الحديثة المتمثلة بالعلاج الجراحي خاصة لسرطان الثدي بالدرجة الأولى. العلاج الجراحي يتبعه العلاج الكيماوي والإشعاعي، والآن في هناك ما يسمى العلاج المناعي. بالتالي نقول يدرج ولكن لا يقال أنه معالج باختصار. راح ناخذ من الريس هاند اسم مكتوب Galaxy S8، بس ما أدري إذا الصوت عندكم مسموع، أو ناخذ الأخت ابتسام. طيب تفضلي يا أختي. أخت ألما يعطيكم العافية. السلام عليكم. تفضلي. الله يعافيكم. أولا شكرا جزيلا للمحاضرة، يعطيك ألف عافية دكتور. أنا حابة بس أستفسر عن موضوع الصويا. كان قرأت مرات عن دراسات مختلفة وبتحكي إنه في أثر مختلف للفايتو أستروجين بحسب نوع السرطان، فإذا ممكن أكثر عن الموضوع. وكمان
سؤالي بخصوص موضوع منتجات الألبان. برضو في خلاف على مصدر منتجات الألبان من ناحية أجبان بالذات. إذا بدنا نحدد وجود بعض المواد ببعض أنواع الأجبان اللي ممكن تأثر على موضوع سرطان الثدي بالذات. شكرا جزيلا. دكتور بس صار ميوت عند دكتور مؤسس. لا نشيل اللي بروح عند دكتور. الو السلام عليكم. انا في صوت انا سامعكم الحين. تقدر تتكلم دكتور؟ نعم. أقول هذا السؤال متخصص، شكرا لك. نعم، هناك اختلاف في تأثير فولوسوية نتيجة للاختلاف في نوعية سرطان الثدي. ذكرت سابقا أنه سرطان الثدي هناك أكثر من نوع لسرطان الثدي، تصل إلى 18 نوع. أكثر أنواع سرطان الثدي انتشارا هو ما يسمى بالإستروجين ريسبتور بوزيتيف، يعني هناك مستقبلات الإستروجين. طيب هناك انواع اخرى تسمى الاستروجين ريسبتور دبل نيجاتيف. هناك انواع من سرطان الثدي ليس لديها مستقبلات استروجين، بالتالي فهي لا تتاثر بالمواد الغذائيه بل حتى بعض المواد الدوائيه المعالجه لسرطان الثدي. اذا التاثير الاستروجين الفايتو استروجينز من فولو الصويا يعتمد على نوعيه سرطان الثدي. فاذا كان نوع سرطان الثدي هو النوع المستجيب المتأثر وهو غالب أنواع السرطان المستجيب والمتأثر بالإستروجين، هنا يمكن أن يكون له تأثير إيجابي باعتبار أنه الفايتوإستروجينز تحاكي أو تشابه عفواً الإستروجين في الشكل لكن تخالفه في التأثير. بالتالي هذا النوع من أنواع السرطان لا شك أنه سيستجيب أو نوع من الخلايا سيستجيب بشكل إيجابي للفايتوإستروجينز وبالتالي يكون له تأثير وقائي. أما أنواع السرطان التي ليس لها ما يسمى الاستروجين بوزيتيف ريسبتور لن يكون لها تأثير إيجابي ولن تستفيد من هذا النوع. السؤال الثاني بالنسبة للألبان. الألبان نعم هناك اختلاف لا شك بالألبان، ولعل أهم نوع من أنواع الاختلاف هو ما يتعلق بنسبة الدهون ومصدر الدهون المستخدمة في صناعة الأجبان تحديدا. الأجبان الغنية بالدهون هنا يأتي إشكالية الدهون كمصدر غني بالطاقة، وبالتالي كونها غنية بالطاقة وغنية بالدهون هذا بحد ذاته يشكل عامل اختطار الإصابة بالسرطان. لكن احنا نقول انه دائما ناخذ التأثير العام وناخذ التكوين العام للغذاء والحمية اليومية او الغذاء اليومي وليس فقط لمادة غذائية معينة. ولكن ترد على جوابك سؤالك، نعم هناك تباين في التأثير لكن بالمجمل ليست كل الأطعمة او الأجبان هي بالضرورة هي أجبان غنية بالدهون، بالتالي لا يمكن أن نطلق هذا التأثير السلبي على كل أنواع الأجبان والألبان. نقول فقط الأنواع الغنية بالدهون هي التي قد يكون لها تأثير سلبي، غيرها من أنواع مثل الجبنة البلدية والجبنة النابلسية اللي تحتفظ بكمية كبيرة من المركبات الأولية فيها وبدون إضافة دهون، هذه لا شك أن لها تأثير إيجابي في الوقاية وليس لها تأثير سلبي. بناخذ أيضاً استفسار الأخت ابتسام. طيب تفضل يا أخت ابتسام. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله يعطيك العافية دكتور على المعلومات الله القيمة. الله يعطيك العافية. استفساري هو هل ممكن الأكياس المائية اللي بالسطر وخصوصاً لو كانت شكلها عنقودي أنها تتحول إلى خلايا سرطانية؟ والله أعتذر عن الإجابة، هذا سؤال طبي متخصص لابد من الرجوع لطبيب السرطان. أنا أعتذر عن الإجابة عنه. شكرا لك. بارك الله فيك. شكرا لك. أيضا دكتور في سؤال يقول هل وجود أتوقع التكيسات بالثدي يدعو للقلق؟ يعني من قراءاتي أنا قرأت في الموضوع لا شك، لكن أنا ما بدي أجاوب إن هذا الموضوع شوية يعني متخصص جدا وأعتقد إنه الأفضل يعني يجيب عليه الطبيب المختص حتى لا يأخذ كلامي على محمل آخر. فأعتذر مرة أخرى عن أي إجابة عن أي سؤال تعلق بتشخيص والأمور خارج إطار التغذية. أيضاً أخت جميلة الدوسري تفضلي. أخت جميلة ما أعرف إذا الصوت عندك مسموع. في سؤال مكتوب دكتور هل صحيح ما يقال عن عصير الجوز الهند يقاوم السرطان؟ والآن في حديث حول ما يسمى الميديوم تشين تريغليسيرايدز، الأحماض الدهنية متوسطة السلسلة والتي من أهم مصادرها لا شك أنه جوز الهند.
لكن هذا التأثير حقيقة في بعض جوانبه إيجابي، وبعض الدراسات تشير أنه يمكن أن يغير فيما يسمى المسارات الأيضية الخاصة بالخلايا السرطانية، ولكن هذا الأمر لم يثبت علمياً حتى اللحظة كغذاء علاجي أو وقائي فعال، إنما هناك دراسات أولية تشير أنه يمكن أن يكون له دور مساعد، دور مساعد في تغيير ما يسمى مسارات الأيض، باعتبار أنه الخلايا السرطانية تستخدم كمية أكبر أنواع الدهون الطويلة السلسلة وليست متوسط السلسلة الموجودة في زيت جوز الهند. بالتالي نقول أنه يمكن يعني التعاطي معه، يمكن التعامل معه، ولكن لا يمكن القول أنه يعني هو غذاء بدورة يعني معالج أو غذاء وقائي بالدرجة الأولى، يعني قوي أو فعال، لغياب الدليل العلمي حتى اللحظة. بناخذ الأخت فاطمة عبد الحفيظ، لو نشيل الميوت عنها لو ممكن. تفضلي أخت فاطمة. السلام عليكم، جزاكم الله خير. السلام ورحمة الله وبركاته. على هذه المحاضرة القيمة، بس أنا بدي أسأل، من طبعاً كل نحن بنتغذى على العيش والخبز، فدائماً بيقولوا أكل الخبز فيه مادة بتعمل السكر، والسكر بيزيد من السرطان، فأنا بدي أعرف يعني نحن نأكل إيه على أساس إنه بدل هذا العيش أو الرز اللي هو الخبز، أنا يعني الرغيف. نعم. فنأكل إيه يعني؟ في ناس بيقولوا عيش اللوز، بس أنا ما وجدوه هنا في الإمارات عيش اللوز. طيب، هذا للأسف مما ابتلينا به حقيقة. نحن نعيش للأسف في زمان ابتلينا فيه بكثرة المدعين للتغذية وكثرة المدعين لمعلومات ليس عليها دليل. موضوع الخبز هذا ظهر من سنتين، وأنا رددت عليه بمقال كامل على الفيسبوك، كان حول ما يسمى مادة الألوكزان التي تضاف إلى الخبز أو الطحين خلال عملية الطحن كمادة قاصرة، وتم الخلط ما بين ما يسمى البريميكس اللي هي مادة اللي هو خلطة الفيتامينات والمعادن التي تضاف للطحين، ومادة الألوكزان. هذه المادة حيث لا تستخدم في جميع المطاحن، وهذه المادة لا يمكن التعميم أن كل أنواع الطحين موجودة فيها. مبلغ علمي في دول الإمارات أن هذه المادة غير مستخدمة، وإذا كانت مستخدمة فهي مستخدمة بحدود جدا ضيقة ضمن الكمية المسموح بها. بالتالي لا يمكن بأي حال من الأحوال، لا يمكن بأي حال من الأحوال القول أن الخبز بشكله الحالي هو خبز ضار وأنه مسبب للسكري بسبب وجود هذه المادة. هذا كلام لا دليل علمي عليه، وتم إجراء الكثير من الدراسات ووجد أنه متبقيات هذه المواد جدا جدا قليلة وأقل بكثير من التأثير أو ما يسمى الجرعة الضارة أو التأثير الضار، وبعض والكثير منها كان خالي تماما من هذه المادة. فخلاص القول أنه كوري الخبز الموجود وأنت مطمئنة. الإشكال في الخبز زي أي مادة غذائية أخرى إذا كان زيادة عن حد. الإشكال في زيادة كمية تناول النشويات، إذا احنا أخذنا كمية من النشويات أو دهون أو سكريات أيا كان بأكثر من حاجتنا، هنا سيبدأ الإشكال. الإشكال في زيادة كمية الطاقة الغذائية كطاقة، سواء من الدهون أو من السكريات أو من النشويات، وليس من الخبز تحديدا. واضح فكرة؟ بالتالي القول أنه الخبز ضار بعينه هذا قول غير صحيح، وبالتالي يعني لا ننظر ونلتفت لأمر هذا الأمر. الحالة الأرز نفس الشيء، الأرز غني بالنشويات، والأرز لا يعالج بأي معالجة كيماوية، بالتالي نقول الإشكال مرة أخرى بزيادة كميته عن الحد المسموح به أو الحد الذي يحتاجه جسم الشخص. كل واحد فينا له كمية محددة من الطاقة بناء على وزنه وعمره وطوله ومستوى النشاط وجنسه ومستوى النشاط البدني تاعه، بالتالي زيادة كمية الطاقة سواء من خبز من الأرز من أي مكان هي ذات التأثير السلبي وليس ذات الأرز وذات الخبز. واضح الفكرة؟ ما في صوت، لا صوتك الصوت مش واضح، ما في صوت. يعني نحن نأخذ أحسن لنا بالنسبة لنا مرضى السرطان، نأخذ خبز الشعير ولا الخبز العادي اللي هو الأسمر؟ والله شوف، الفرق ما بين الخبز، الفرق إحنا بين ثلاث أنواع من الخبز، الخبز الأبيض والخبز الأسمر والخبز الكامل. الخبز الأسمر هو أصلاً خبز أبيض، يعني طحين أبيض تم إضافة كمية قليلة مما يسمى النخالة البران، فهو بذاته أصل المادة هو أو دقيق القمح بشكله الأبيض وليس بشكل كامل، بمعنى
الفرق بسيط جدا في كمية بسيطة من الألياف. بالتالي أنا وجهة نظري لا فرق بين الخبز الأبيض والأسمر من هذا الجانب. إذا أردت أن تحصل على الألياف تحصل عليها من خضروات، تحصل عليها من الفواكه، أو تتناولي الخبز الكامل. الخبز الكامل مش الخبز الأسمر، في شيء اسمه خبز كامل مكتوب عليه هول جرين، إذا في الجمعية موجود هول جرين، هذا لا شك أنه غني جدا بالألياف وغني بأنواع مختلفة من الحبوب، هذا لا شك أنه أفضل. لكن الإشكالية أن بعض الناس لا تحب التعامل معه لأنه هو سريع التفتت وسريع التلف إلى آخره. أقول أنه هذه الأطعمة الخبز الأسمر إذا لم تتوفري عليه أو تحصل عليه بإمكانك أن تحصل على الألياف من الخضروات والفواكه والبقوليات. بالتالي المحصلة ستكون يعني إيجابية، يعني حصلنا على حاجتنا من الألياف من مصادر نباتية، هذا هو مطلوب، سواء أخذناها من خبز الكامل أو من الخضار أو الفواكه محصلة واحدة. فخذي الخبز الأبيض ماشي أو الأسمر أو الخبز كامل، يعني بالنسبة لي الأمر يعني سيان، ولكن عوضي أو احصلي على حاجتك من الألياف من مصادر الأخرى سواء الخضار أو الفواكه أو البقوليات. وإذا تمكنتي من تناول الخبز الكامل بكون أفضل أفضل. دكتور، أيضا هناك سؤال يقول هل الرضاعة الطبيعية تقلل من نسبة سرطان الثدي؟ نعم، أشرنا إلى هذا بوضوح، وأول عامل من عوامل الوقائية ضد سرطان الثدي ذكرتها أول واحد كان الرضاعة الطبيعية، لأن الرضاعة الطبيعية معناته هناك إفراز هرمونات البلاكتين واللاكتين، وهذه هرمونات تعارض هرمونات اختفى صوتك هرمون... لا إيمان واضح عندي، سمعيني عفوا؟ بالنسبة لي واضح الصوت. أها نعم، فقلت نعم أنه الرضاعة الطبيعية شكل عامل أساسي. دكتور الصوت اختفى، ما أعرفش لو الأخوة الحضور هل سمعني ولا بس الأخت الكريمة فقط من سمعتني؟ الكل من سمعني ولا الصوت واضح؟ أها شايفين صوت واضح، بس الأخت الكريمة يمكن عندها بس مش واضح. نعم، أيضا في سؤال يقول المشروبات الغازية والريد بول وغيرها هل لها مضار وتساعد على مرض السرطان؟ أتوقع يقصد هل لها دور في مرض السرطان؟ طبعا هنا نفرق بين المشروبات الغازية شيء ومشروبات الطاقة شيء آخر. هي ذكرت مشروبات الطاقة ولا غازية عفوا عموما؟ مشروبات الطاقة والغازية. طاقة، آه جميل جدا. طبعا كلاهما غني بالسكريات إلا ما كان من النوع اللي هو خالي من السكر أو الدايت، ماشي؟ الآن ذكرنا سابقا أيضا الأغذية غنية بالسكريات هي تعتبر أغذية غنية بالطاقة، أغذية ترفع مستوى الإنسولين، وأي شيء يرفع من مستوى الإنسولين على مدى زمني طويل لا شك أنه ثبت أنه يزيد من خطر ارتفاع العوامل الالتهابية، لأن هرمون الإنسولين بطبيعته هرمون بنائي، وزيادته تزيد من خطر ارتفاع هرمون أو ما يسمى مركب الـ IGF-1 الذي ثبت أنه أيضا له دور في عملية التسرطن. بالتالي نقول نعم الإكثار منها وتناولها بشكل متكرر يومي لا شك أنه أمر ضار ويزيد من خطر السمنة درجة أولى التي هي مخطر المخاطر الإصابة بسرطان الثدي. أما مشروبات الطاقة تحديدا بالإضافة لكونها غنية بالسكريات لها إشكالية متعلقة بمحتواها العالي جدا من الكافيين. الكافيين الموجود في علبة واحدة من مشروبات الطاقة يعادل تقريبا 5 أكواب من القهوة، وبالتالي تأثيره السلبي سيكون بشكل على جوانب أخرى متعلقة بالنوم مثل الأرق وقلة النوم وانخفاض ما يسمى جودة النوم. وإحنا لنا دراسة أجريناها في جامعة الشارقة على قرابة 1000 طالب وطالبة، قرابة 40% من الطلبة يتناولون مشروبات الطاقة. هؤلاء الطلبة كان لديهم ارتباط مباشر من الناحية الإحصائية العلمية مع انخفاض مستوى جودة النوم وانخفاض عدد ساعات النوم والتأخر بالنوم والأخير من مؤشرات النوم، كلها كانت سلبية مع الذين يتناولون مشروبات الطاقة، فتأثيرها سلبي على النوم. وهناك دراسات تقول أنها تأثير سلبي على الهرمونات، ونتيجة لاختلاف دورة النوم والاستيقاظ تنعكس سلبا على دورة الهرمونات. هذه طبعا تعتبر عامل اختطار بعيد المدى وغير مباشر للسرطان، ولكنها يعني عامل سلبي طبعا للصحة، ولكنه ليس بشكل مباشر وقوي الإصابة بالسرطان، ولكن استمراره لفترة زمنية طويلة نعم قد يشكل عامل اختطار الإصابة بالسرطان إذا كان بكميات كبيرة وعلى مدى زمني طويل جدا. نعم، أيضا دكتور أحد الأخوة يستفسر كان سرطان الثدي يصيب الرجال أيضا؟ ذكرت سرطان الثدي يصيب الرجال، ذكرت هذا كان في المقدمة، وأنه يصيب أقل من 1%
من عدد حالات الإصابة، أقل من 1% للرجال وأكثر من 99% من النساء. فلكن يعني طبعا لقلته وندرته لا يذكر حقيقة، لأنه نادر جدا جدا يعني، ولا يحصل إلا في حالات محدودة جدا جدا. شو بالنسبة للدكتور عن موانع الحمل، هل لها تأثير في سرطان الثدي؟ نعم، ذكرتها في بداية المحاضرة، اللي هو ما يسمى الهرمون الثرابي، المعالجات الهرمونية، أو ما يسمى مصادر الهرمون الخارجية الإكزوجينس هرمونز، منها مناعة الحمل، باعتبار أنها تؤثر في عملية الإخصاب والإباضة، وبالتالي تسبب زيادة منسوب هرمون الاستروجين في الجسم. وذكرنا أنه أكثر أنواع سرطان الثدي هي النوع ما يعرف بالاستروجين ريسبتور بوزيتيف، أي أنه يستجيب تستجيب الخلايا السرطانية بشكل أكبر، أو خلايا الثدي عفوا بشكل أكبر لهرمون الاستروجين، وبالتالي تزيد من خطر الإصابة بالسرطان لهذه الخلايا. بالتالي أي عامل، سواء كان هذا العامل أو غيره من العوامل الهرمونية التي تزيد من مستوى الاستروجين، وأهمها حبوب منع الحمل، كلها تزيد من خطر الإصابة هذا النوع من السرطان. وثبت علميا في الدول الغربيه، وكان في دراسه كبيره في امريكا، انه مع حملات التوعيه الصحيه يعني حول مخاطر حبوب منع الحمل وانخفاضها، انخفض ايضا معها نسبه الاصابه بسرطان الثدي، وكانت متزامنه مع الانخفاض باستخدام حبوب منع الحمل. نعم. بناخذ الأخت أسيل من الريز هاند، إذا ممكن نشيل الميوت عن الأخت أسيل أو الأخت فدوى. دكتور، في أحد كاتب إن والدته سوت عملية بتر الثدي بعد إصابة 4 سنوات، لكن الأطباء قالوا لنا احتمال تصاب مرة أخرى، شو السبب؟ أتوقع تقصد شو سبب عودة المرض مرة أخرى لها؟ مرة أخرى يعني، أنا أتجنب الإجابة عن أشد التشخيص لأنها حساسة جدا، ولابد من الطبيب المسؤول عنها مباشرة. بس يعني كمعرفة عامة لدينا، هناك يعني معرفة عامة أنه من يصاب بالسرطان فهناك قابلية لتكرار نمو الورم بعد العلاج. هناك ما يسمى الفايف يير سرفايفل ريت، وهو مؤشر عالمي على العمر ما بعد الإصابة والمعالجة. فكل ما كانت المعالجة أفضل، كل ما كان يعني نسبة تخطي ال5 سنوات بعد الإصابة والمعالجة كل ما كان أكثر، يعني تخطيها أنه يبقى الشخص حي ولا عفوا يتوفى بعد الإصابة. هذا مؤشر مهم جدا، وهذا مؤشر مرتبط بعوامل غذائية وسلوكية، ولكن مهم جدا أيضا عوامل الرعاية الطبية والمتابعة الطبية. الشاهد في الموضوع، أي مريض سرطان لديه احتمالية أكثر من غيره لتكرار المرض وتكرار الإصابة، لأنه أصلا هو مهيأ وراثيا وبنيويا وهرمونيا للإصابة بالمرض، والدليل أنه أصيب، فكونه أصيب معناته هناك احتمالية. العوامل التي تؤثر على هذه الاحتمالية عوامل كثيرة جدا، هرمونية غذائية سلوكية، ولكن برجع بقول كل حالة تختلف عن حالة أخرى، والذي يقرر لكل حالة هو الطبيب المختص. فأرجو يعني مراجعة الطبيب في هذه الجزئية. ناخذ آخر استفسارين، عندنا الأخت فدوى حسين، لو ممكن تطرحين استفسارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أخت قابلتني في مستشفى توام، فكلمتني عن خبرتها في أو عن تجربتها. هي أكلت كمية من الفواكه كانت، وتوقفت، هي عندها منتشرة سرطان، فتوقفت تماما عن اللحوم والألبان، وأكلت كمية من الحبوب السمسم واللوز وكمية من الفواكه، وكانت تطبخ من غير اللحوم وخضروات، وتستخدم زيت الزيتون بكمية. فعلى ما هي حكت إنه كانت في فترة متوقفة لظروف من العلاج، فلما رجعت لاحظ الطبيب تقدم كبير في الحالة الصحية بتاعتها، وانخفضت نسبة المرض. هل هذا الكلام ممكن أن يكون صحيح؟ وهل تشجعين على استخدام نوع من التغذية نفس اللي اتخذتها الأخت، وتنصحنا بشنو في الموضوع ده؟ شكرا. بارك الله فيك، أعتقد سؤال مهم جدا، لأن هذا الأمر متكرر جدا. يعني هذه الملاحظة أو هذه المقولة نسمعها كثيرا، وهي تنطوي على جملة من المغالطات حقيقة. أولا، بداية، لا يمكن تعميم
حالة فردية على بقية الناس. وفي البحث العلمي الطبي هناك ما يسمى كيس ستاديز وكيس سيريز، وتعتبر في المستوى الأدنى من مستوى الإثباتات الطبية والأدلة العلمية. بمعنى أنه التجربة الشخصية أحيانا، الشخص البسيط عفوا غير المتخصص، أحيانا يلتبس عليه الأمر ويخرج باستنتاجات قد تكون غير دقيقة. بمعنى هذه الأخت الآن نسبت الأثر التحسن في العلاج، نسبته إلى أنها تناولت خضار وفواكه وتناولت أطعمة معينة أو تجنبت أطعمة معينة، ولم تلتفت إلى أنها قد تكون مرت مرحلة علاج سابقا وأنها تعرضت لمجموعة من الأدوية أو العلاجات. فبالتالي كيف لها أن تنسب الأثر إلى العامل الغذائي وتنفيه عن العامل الدوائي؟ أنا اختصاص تغذية، ولكن أنا لا أرضى بالقول أنه العامل الغذائي هو الذي يعالج فقط، هذا كلام غير صحيح. الدواء موجود والدواء ثبت فعاليته، هناك الآلاف من الحالات التي عورجت بالعلاج الكيماوي والإشعاعي والجراحي. بالتالي أقول أنه هذه حالات فردية، إن صحت فلا يمكن تعميمها أولا. ثانيا، من قال أن اللحم ضار بالسرطان؟ من قال أن اللحم هو عامل يعني اختطار؟ أنا ذكرت اللحوم الحمراء وتحديدا المصنعة، الإشكال في اللحوم المصنعة والإشكال في التكرار وفي الكمية. بالتالي الشخص الذي يقوم مثلا بتحضير اللحم بطريقة مثلا طريقة صحية مع زيت زيتون مثلا بطريقة الطهو أو الخبز بالفرن أو كذا مع الخضار، أين الإشكالية؟ بالعكس، ثبت أن البروتين عالي الجودة له دور مهم في زيادة مناعة الجسم، له دور مهم في زيادة قدرة الجسم على مقاومة التأثير السلبي للسرطان. بالتالي لا يصح القول أبدا، ولا هناك لا يوجد أي دليل علمي على أن الامتناع عن اللحوم بشكل عام، بتكلم أنا بشكل عام، البيضاء والحمراء والأسماك، أنه عامل مساعد في الوقاية أو العلاج من السرطان. هذا كلام غير صحيح ولم يثبت علميا. بالعكس، مريض السرطان بحاجة للبروتين عالي الجودة الموجود في اللحوم والأسماك والدواجن. الإشكال مرة أخرى نؤكد عليها هو في طريقة التحضير، الإشكال هو في مصدر الدهون، الإشكال في نوعية المادة الغذائية وكيفية معالجتها. فذكرنا اللحوم المصنعة، البرجر، الأطعمة الغربية، ذكرنا أنها ضارة، نعم هذه يجب تجنب منها سواء قبل الإصابة أو بعد الإصابة، لكن تحضير لحم بشكل صحي سواء لحم سمك أو دجاج أو لحم أحمر دون مواد مضافة، دون عمليات التصنيع المختلفة، من قال أنه ضار؟ بالعكس، هذا أمر غير صحيح. الألبان كذلك، ذكرت أنا عن الألبان والأجبان، الجسم بحاجة للكالسيوم، بحاجة لفيتامين دي، بحاجة لبروتين عالي الجودة الموجود في الحليب والأجبان والألبان. ولكن إشكالية مرة أخرى، إذا كان اعتمادنا على أو الشخص يعتمد على الألبان الأجبان المصنعة مثل التشيدر تشيز الغنية بالدهون، مثل الدهن الأجبان الدهون اللي هي الدهن هاي السبريد تشيز أو الشرائح اللي هي غنية بالدهون، هذا النوع تحديدا غني بالدهون لا ينصح به أصلا، وإذا تناولناه لازم نتناوله بكمية قليلة. بالتالي أقول يعني هذه تجربة خاصة. ثانيا، يمكنك أنت أن تفعلي، بس أنا بنصحك، لا بنصحك إضافة اللحوم بتناولها بشكل متوازن بطريقة الطبخ مع زيت الزيتون مع الخضار، مع تناول كمية من الخضار والفواكه، هذا شيء جيد مش خطأ، ولكن دون استثناء أي مادة غذائية، دون استثناء الحليب والأجبان، إلا الأجبان الغنية بالدهون تستثنى أصلا، واللحوم الأسماك تؤكل مع تحضيرها بشكل صحي من خلال مع زيت الزيتون مع الخضار باليخنة على الصالونة على الصينية المطبوخة، هذا كله أشكال صحية للطبيخ ينصح بها، وبالتالي يعني يمكن التعامل معها. بناخذ آخر استفسار للأخت سارة، لو نفتح الصوت لها ثم نختم المحاضرة. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور معز، أنت كنت شرحت العلاقة ما بين الوست والهب، أنا مش ما فهمتهاش كثيرة، يعني إيه علاقة الوست بالورك مع سرطان الثدي؟ نعم يا سارة. طيب سارة محمد معاي؟ نعم. كيف حالك يا سارة؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. شكرا كثير على المحاضرة دكتور. لا استفدنا. طيب لا ذلك. أنا ذكرت نعم علاقة محيط الخصر والويست هيب ريشيو. درست يا سارة، درسنا لكم تعرفوا أنه كل ما زاد تركز الشحوم في منطقة البطن
كل ما كان خطر الإصابة بالسرطان أكثر، وهذا بفسر إنه إصابة الرجال أكثر ببعض أنواع السرطان نتيجة لما يسمى السمنة المركزية وتراكم الشحوم في منطقة البطن. ثبت أنه كل ما زاد ما يسمى الشحوم الحشوية الفيسرال أديبوزيتي في منطقة البطن، كل ما زاد مؤشرات الالتهاب في الجسم، وكل ما بالتالي زاد خطر إصابة بالسرطان، باعتبار أن السرطان هو يعني مرحلة نهائية ل يعني مرحلة طويلة من ارتفاع مؤشرات الالتهابية التي كلها تحفز الإصابة بالسرطان. بالتالي محيط الخصر أصبح ماله مؤشر إنه كل ما كان محيط الخصر صحي أكثر، كل ما كان تراكم الدهون في الخصر إيش البطن عفوا أقل، بالتالي كل ما كان عوامل التهاب أقل. هذا مؤشر أول waist circumference. المؤشر الثاني اللي هي waist hip ratio، كل ما كان waist hip ratio أقل من واحد شو معناته؟ معناته تركز الشحوم في المنطقة السفلية أكثر من تركزها في المنطقة العلوية، بالتالي خطر الإصابة بالسرطان ستكون أقل، لأنه ذكرت الآن إنه كل ما كان تركز الشحوم أعلى في الأعلى أكثر في منطقة البطن خصر، كل ما كان الالتهاب أكثر، بالتالي كل ما كان تركز أكثر في المنطقة السفلية كل ما قل المؤشرات الالتهابية، بالتالي هاي هي العلاقة ما بين الويست كونفرنس والويست هيب ريشيو وخطر الإصابة بالسرطان من خلال التركيز على الشحوم الحشوية وتوزع الدهون في جسم الإنسان. شكرا دكتور، جزاك الله خير. يعطيك العافية دكتور على هذه المعلومات القيمة، ونشكر حضورك الكريم على المتابعة. للاطلاع على أرشيف المحاضرات السابقة تم وضع رابط اليوتيوب في الدردشة، وهو قناتنا في اليوتيوب هي شارجة مسافة هيلث واحد. أيضا يمكنكم متابعتنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على المحاضرات القادمة بإذن الله. شكرا جزيلا لكم، نتمنى الصحة والعافية للجميع. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم على الاستضافة، وشكرا للحضور والمستمعين الكرام وعلى التفاعل وعلى الأسئلة القيمة. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.